مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفير عزيزه. تحياتنا القلبيه لكل مشاهدينا في كل مكان. النهارده يوم جديد مع حضراتكم، وحلقه جديده، فقرات جديده، وضيوف جداد، ونتمنى ان حضراتكم تستمتعوا معانا بيومنا النهارده. النهارده رضوى انا مع حضراتكم. مساء الانوار يا رودي. مساء الفل عليك يا جاسي. مساء الورد. مساء الفل، ودايما منوره، ومساء الفل على حضراتكم. ان شاء الله حلقه مختلفه، فقرات وضيوف يعني ممتعين ان شاء الله كمان لينا ولحضراتكم، وحلقه مميزه جدا من بيت السفير عزيزه. طبعا يا رضوى، يعني احنا الفتره دي كلنا بنتابع فعاليات الحوار الوطني اللي بدات جلساته امبارح بالمحور السياسي. زي ما حضراتكم عارفين ان الحوار الوطني فيه ثلاث محاور اساسيه: المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكل محور من دول بيضم تحتيه محاور فرعيه زي مثلا التعليم، الصحة، المرأة، وغيرها من المحاور. برضو يعني مش محتاجين احنا نقول ان كل المحاور دي بتصب في مصلحة المواطن المصري البسيط. صحيح. والمرأة هي مشاركة، ومشاركة بفعالية، وهي أساسية في كل هذه المحاور التي تخص الحوار الوطني، لأن كل ما يخص المرأة هو بالتالي بيخص المجتمع، سواء بقى كانت امرأة عاملة، كانت ربة منزل، كانت أم، كانت زوجة، كانت فتاة، أيا ما كانت هي عنصر أساسي. امبارح بدأت أول الجلسات بالمحور السياسي زي ما قلنا لحضراتكم. خلال هذا الأسبوع هيبقى في محور كمان المجتمعي والاقتصادي. المحور ده تناول عدد من القضايا المهمة ومشاركة كبيرة من كل القوى السياسية وكمان الشبابية. من الحاجات اللي اتكلم عليه تم الحديث عنها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية واللي تطرقت لإجراء الانتخابات البرلمانية، واقترح بعض المشاركين إجراءها بنظام القائمة المغلقة. الحوار ده بالتأكيد رضوى حوار مهم جدا جدا، وإحنا كمواطنين طبعاً لازم يكون لنا دور بفاعلية. طبعا يا جاسي، سواء بأن إحنا يعني هيبقى لنا فرصة المشاركة، أو حتى أننا نتابع فعاليات الحوار الوطني المختلفة، نبقى عارفين إيه القضايا اللي بيتم مناقشتها، الجلسات بتدور حول موضوعات ايه، نبقى متابعين فعالياته دايما ونحس اننا جزء منه، لانه اكيد هو ده الهدف منه فعلا يا جاسي. دي مهمه قوي النقطه اللي انت قلتيها دي، ان احنا نحس ان احنا جزء منه. طبعًا. كل ده بيتعمل ليه؟ بيتعمل لمصلحه المواطن، يعني مصلحتنا احنا. بالظبط كده، بالظبط. والحقيقه انه يعني الحوار الوطني يعني بيشارك فيه كل اطياف المجتمع المصري، كل حد موجود او بيمثله يعني شخص ما موجود وبيشارك في الحوار الوطني، وده بفاعليه كبيره جدا جدا، لانه بيتم مناقشه مختلف القضايا اللي بتهمنا وتمسنا وبتخص حياتنا اليوميه واللي احنا بنعيشها. الحقيقه انه يعني جلسات الحوار الوطني هتعقد ايام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع. بالظبط كده، دي هتكون الايام الاساسيه للجلسات، وهتناقش الثلاث محاور زي ما جيسي قالت كده، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بمختلف بقى الموضوعات اللي بتكون تحت طبعا كل لجنه. الحقيقه ان كل محور بينبثق عنه عدد من اللجان، اللجان دي بتناقش مجموعه من الموضوعات اللي موجوده على اجندتها، واللي بالتاكيد يعني تم التوافق على ان هي دي الموضوعات اللي يعني مهم طرحها في الفتره الحاليه اللي احنا فيها دي. فهنتابع اكيد مع حضراتكم، لانه يعني مثلا امبارح كان في الحقيقه عدد من الجلسات، انا يمكن تشرفت بحضور احدى الجلسات، وكانت هي الجلسه الخاصه بمكافحه التمييز. الحقيقه كانت جلسه ثريه جدا جدا، و التمييز المقصود بيه ان محدش يبقى مميز على حساب حد تاني، فما نشوفش مثلا تمييز على اساس النوع، على اساس الدين، على اساس حتى الوظائف اللي بيتم يعني الالتحاق بيها. الحقيقه انه الجلسه دي كانت جلسه مهمه، والجميل فيها جيسي ان كل الناس شاركت بدون اي خطوط حمراء. يعني كل شخص شارك، سواء طبعا ممثلي يعني الاحزاب السياسيه، الشخصيات العامه، المواطنين، كل الناس اللي كانت موجوده شاركت بفعاليه. اكتر حاجه لفتت نظرك من خلال مشاركتك امبارح يا رضوى كانت ايه في الجلسه دي؟ في الحقيقه اكتر حاجه لفتت نظري التنظيم. التنظيم كان اكتر من رائع.
كمان التزام المشاركين بالوقت المخصص ليهم، دي كانت حاجه عظيمه الحقيقه، ان يعني يتم طرح كل الاراء ولكن كل شخص ملتزم بالوقت المحدد ليه تماما، ودي كانت نقطه غايه في الاهميه، يعني انه نطرح اللي احنا عايزين نطرحه ولكن مع التزام بالوقت عشان نتيح الفرصه للاخرين. طبعا الاخرين بالظبط. والحقيقه ان الحوار كان بيتم بكل احترام، مهما اختلفت يعني التوجهات او الانتماءات، ولكن كل يعني الجميع كانوا بيحترموا بعض الحقيقه. اداره الجلسه كانت في منتهى الالتزام والدقه، يعني ادارتها الدكتوره نيفين مسعد، ولفت نظري انه كل شخص سواء شخصيه عامه او من النواب في البرلمان او ممثلي يعني الجهات المختلفه قال طرحه وقدم كمان مقترح، يعني اذا يا جاسي في اهتمام كبير جدا بالمشاركه بفاعليه فعلا عشان نطلع بمخرجات حقيقيه. اهم حاجه في الحوار ان هو ما يبقاش حوار من طرف واحد بالزبط. يعني الحوار ده مشاركه، الحوار يعني يكون حوار بناء مش حوار هدام، حوار بناء ويكون في خطه ويتم الالتزام بهذه الخطه، وكمان يتم طرح كل اوجه النظر بالتساوي، يعني ما حدش يجور على راي حد. صحيح. لا بنسمع بعض حتى لو كنا مختلفين، يعني على فكره يعني الاختلاف ده اساسي كمان علشان نوصل في النهايه لافضل او اسلم او احسن الحلول اللي هي في النهايه بتصب في مصلحه المواطن المصري. طبعا احنا الحقيقه في بيت السفيره عزيزه بنحاول ان احنا نبسط المعلومات، بنحاول ان احنا نسلط الضوء على مختلف المحاور فيما يخص او فيما يدور في دائره اهتمام المراه المصريه، زي ما قلنا لحضراتكم برضو المراه هي عمود المجتمع، هي جزء اساسي مشارك وفعال في بناء مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر. عشان كده بنحاول دايما من خلال المداخلات بتاعتنا ومن خلال تناولنا لهذه القضايا او هذه المحاور المختلفه ان احنا نبسطها ونسهلها خالص، بحيث ان احنا يعني نخلي اكبر قدر من المشاهدين والمشاهدات يتفاعلوا معنا، ونشجعهم ان هم كمان يدلوا بدلوهم ويشاركوا باي شكل من الاشكال، لان ده على فكره واجب وطني. طبعا احنا مش ده بس دورنا، ده واجب وطني علينا، لان في النهايه هي المصلحه الاولى والاخيره بالنسبه لنا كلنا كمصريين، هي بلدنا مصر. طبعا. خلونا مع حضراتكم كده، معانا تليفون مع الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين. استاذ عماد مساء الخير، اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك عضو مجلس امناء الحوار الوطني، وبنبقى سعداء جدا لما حضرتك بيكون ليك مداخله معانا، لان حضرتك برضو عندك قدره على السرد المبسط، وده الهدف الاساسي بالنسبه لنا. صحيح. اشكرك، مساء الخير عليكم جميعا، وتحياتي ليكم ولكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ عماد. يعني لو اتكلمنا عن اليوم امبارح واللي شهد يعني انطلاق اولى الجلسات، واللي كان الحقيقه في مشاركه مميزه من الجميع، وبيشهد ثلاث جلسات طبعا بتندرج تحت المحور السياسي، لو كده خدنا من حضرتك يعني تعريف بسيط للجلسات اللي تم يعني تقديمها امبارح. بطبيعه الحال امبارح كان اليوم الرسمي الاول في انطلاق الحوار في شكله الفعلي. يعني احنا عارفين ان السيد الرئيس دعا للحوار الوطني في 26 ابريل 22. مجلس الامناء ظل يعني عمل 24 جلسه، عمل فيها كل الحاجات الاجرائيه والتحضيريه اللي هي كانت مهمه عشان نوصل لليوم العظيم بتاع امبارح بتاع 3/5. يوم 3/5 كان افتتاح الجلسه الافتتاحيه للحوار ككل، وشفنا مشهد حضاري عظيم في كل القوى السياسيه المصريه. امبارح كان بدايه الانعقاد الفعلي للحوار. يعني ايه الانعقاد الفعلي؟ يعني القوى السياسيه المختلفه قاعده على منصه واحده تحت سقف واحد، وبيتناقشوا بتحضر عن النظام الانتخابي. امبارح كان يوم مخصص للمحور السياسي في موضوعين في المحور السياسي. النظام الانتخابي لمجلس النواب ولجنه حقوق الانسان. لجنه حقوق الانسان كان في حاجه اسمها تحدي التعاونيات، باعتبار ان التعاونيات دي جزء مهم جدا من المشاركه السياسيه. فانا بتكلم وانا حضرت وساعدت بجلسه مهمه عن قانون انتخاب مجلس النواب، كان جلستين متواليتين من الساعه 11 او بالظبط 11:30 لحد 3:30، ومن 4 ل 7 تقريبا عن
النظام الانتخابي. في يعني هذه الجلسه يا استاذ عماد تم التطرق الى القائمه المغلقه والقائمه النسبيه. وعايزين حضرتك تشرح لنا يعني ما هو ايهما الافضل بالنسبه للمراه؟ تمام. طب وش معنى المراه بس؟ عشان احنا صحيح احنا متحيزين للمراه يا فندم. طيب عموما النظام الانتخابي عشان برضه نبسطه للناس. في كل دوله، كل دوله ليها حق تعمل نظام الانتخابي الذي يناسبها. يناسبها طبعا. لا يوجد نظام كويس ونظام وحش، المهم ان يؤدي هذا النظام او ذاك الى تعبير حقيقي، ان البرلمان يكون تعبير حقيقي عن اراء ورغبات الناس. إذا عملتها بأي طريقة أوكي، طالما إن هو ده يحقق الأمر. في مصر السنوات طويلة جدا كان شائع النظام الفردي، لأن هو النظام اللي الناس عارفاه وسهل، كلنا أو معظمنا بنروح اللجنة الانتخابية ينتخب قريبه أو صاحبه أو صديقه أو رئيس العيلة دي أو حاجات زي كده. ولأنه الأحزاب في مصر كانت ضعيفة طول الوقت، فبالتالي النظام الفردي كان هو السهل. الدستور بتاع 2014 عمل حاجه اسمها الفئات المميزه، انه اشترط ان يبقى فئات موجوده في البرلمان خصوصا المراه 25% على الاقل، وبعض الفئات الاخرى زي الاخوه الاقباط وذوي الاحتياجات والشباب. وبالتالي المشرح في الانتخابات اللي فاتت عمل الفردي وعمل نظام القائمه المغلقه المطلقه. حتى من وجهه نظره يضمن وجود هذه الفئات المميزه داخل هذه القائمه. امبارح النقاش كان في اتجاهين اساسيين، في عدد من الاحزاب يرى ان القائمه المطلقه المغلقه هي الافضل، ودي كانت واضحه ان هي الاحزاب القريبه من الحكومه بتؤيد ده، حتى من وجهه نظرها بتقول انه ده الافضل لانه يحقق مطلب الدستور في التمثيل العادل ليه الفئات المميزه او الكوتات اللي ليها كوته يعني. العدد الثاني من الاحزاب والقوى السياسيه بيقول لا والله القائمه النسبيه هي الافضل، لان القائمه النسبيه عندها ميزه بتضمن تمثيل عادل لكل شخص حصل على صوت. بمعنى اللي حصل على 30% هياخد 30% من المقاعد. في حين ان النظام الاغلبيه المطلقه او القائمه المطلقه او النظام الفردي من يحصل على 51% ياخد ال 100% من المقاعد، وبالتالي بتحرمي 49% من الناس من تمثيلها. في راي ثالث بيقول ايه؟ والله نحن نستطيع ان نصل الى نظام يضمن المميزتين، بمعنى ان انا اعمل قائمه نسبيه كبيره تضمن التمثيل العادل للجميع، واعمل قائمه مغلقه لل 25% للفئات الكتات ديت. ان انا اقول للناس والله انتوا هتروحوا تنتخبوا الناس دول بالطريقه المطلقه المغلقه. والبعض يقول لا، ربما يكون الناخب المصري مزاجه، كلما كان النظام صعبا كلما نسبه المشاركه قلت. هل في النهايه حضرتك وصلتوا لمنطقه توافقيه او يعني لحل وسط يرضي كل الاطراف؟ ما هو بص يا فندم، في الحاجات دي ما فيش حد يعني كل واحد يعتقد ان النظام بتاعه هو الافضل. اللي قال امبارح ان الناس طرحت كل الافكار وكل واحد دافع عن المنطق بتاعه فكرته. وتم الاتفاق على انه في فتره اسبوع كل حزب يطرح ويرسل للامانه الفنيه وجهه نظره مكتوبه ومفصله وطريقه تطبيقها، لان مش القضيه بس ان انا صح، هي طريقه التطبيق هي المهمه في النهايه. بالظبط، ان انا اهم حاجه اقول انه ازاي يتم تطبيقها عمليا طبعا. في بلد زي مصر كبيره والدوائر بتاعتها كبيره والوعي الانتخابي للاسف ليس بالدرجه المطلوبه. وبالتالي لما تيجي الافكار والاقتراحات الناس تقعد تاني مع بعضها لمحاوله الوصول الى حلول التوافقيه التي ترضي الناس قدر الامكان، مش كل الامكان. في نقطه اهميه في السياسه، مش حد بياخد 100% من العجز طبعا طبعا، بس الناس بتاخد يعني اقصى حاجه في اطار الظروف، في اطار الواقع، في اطار الموارد، في اطار الوعي العام، في اطار التحديات اللي بتواجه. وبالتالي الحوار الوطني هو معمول اساسا عشان الناس توصل الى حلول توافقيه. حلول توافقيه. هل تم تحديد فتره خلالها كل المشاركين يقولوا رايهم؟ اسبوع. وبعد هذا الاسبوع هيحصل ايه؟ الناس تقعد تاني مع بعضها، لانه اللجنه اللجان منعقده مستمره في الانعقاد الى ان يصلوا الى توافق. في لجان لو النهارده اتفقنا وخلصنا الجلسه وتمام، خير وبركه، مجلس الامناء المقرر والمقرر المساعد والمتحاورين يرفعوا التوصيات الى مجلس الامناء، مجلس الامناء يرفعها بدوره الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ ما يراه ملائما بشانه. يعني ده برضو بينطبق على باقي الجلسات. طيب بالنسبه كل اللجان
كل اللجان وكل القضايا هتمشي بنفس المنطق. الناس بيقعدوا وكل التيارات والافكار والخبراء يتناقشوا بطريقه حضاريه محترمه طبعا، كل واحد يطرح وجهه نظره، اذا توافقوا على شيء خير وبركه، اذا ما توافقوش يظلوا يتحاولوا حتى يتوافقوا. يعني التوافق هيحصل ازاي يا استاذ عماد؟ يعني يمكن من المعلومات اللي عرفناها انه مش هيكون في تصويت على راي معين لصالح راي تاني وكده، ففكره التوافق هتحصل ازاي؟ هل بالاوراق اللي بتضم اقتراحات اللي بيتم تقديمها هيتم مثلا يعني تقريب وجهات النظر ما بين كل الاطروحات دي، ولا ايه اللي هيحصل؟ بص يا فندم، لو كان في تصويت ما هو احنا، طب هو احنا مش جهه منتخبه، احنا لا نحل محل البرلمان ولا نحل طبعًا محل الحكومه. صحيح. وبالتالي التصويت مش واضح، لانه هو انت مين اللي هيصوت؟ مين اللي هيعمل الاغلبيه؟ وبالتالي كمان فكره التصويت هي ضد فكره الحوار، الحوار قائم على التوافق، التصويت طبعًا اخصائي، بمعنى لو في واحد زياده يرجح كف على كف. الهدف من الحوار ان يتوافق الجميع قدر الامكان، فبالتالي لو وصلنا الى ماذا يعني كلمه التوافق؟ يعني ان ممكن النسبه تبقى 60 40 تبقى 30 70 49 51، لكن انه واحد يملك 51% ياخذ 100% من الاراء او الافكار، ده ضد فكره الحوار. وبالتالي الناس تقعد تتواصل وتتوافق لحد ما توصل قدر الامكان الى حل وفق. طبعا يعني نقدر نقول ان الحاله الحواريه الوطنيه دي يمكن احنا يمكن كجيل ما شاهدناهاش قبل كده يا استاذ عماد. اكتر حاجه لفتت نظر حضرتك خلال مشاركتك في الحوار الوطني كانت ايه؟ بص حضرتك، طبعا الحوارات الوطنيه حصلت في مصر كتير للامانه، لكن ربما ده الاكثر زخما. كان في حوار شهير جدا في سنه 92 او 93 على ما اظن، وفي عهد الرئيس الازمه محمد حسني مبارك. المره دي في كل القوى السياسيه موجوده ما عدا المتطرفين او الرافضين للدستور. اللي لفت نظري انه الحوار الوطني حتى قبل ان يبدا رسميا في 3/5 اللي فات او الماضي الجاري، قدر المجلس الامناء يعمل حاجه، خلق حاله توافق سياسي لم تكن موجوده من قبل. الناس كان في تشكك وتربص وحاجات كثيره جدا، الناس بدات تقعد مع بعضها، بدات تتناقش، بدات للاسف يعني الاتصال طبعا انقطع مع استاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. الحقيقه هي حاله جميله يا جيسي، واحنا كلنا محتاجين يبقى عندنا وعي بيها، وفعلا زي ما قلنا في الاول نحس اننا جزء منها. واعتقد يعني قنوات التواصل كمان مفتوحه مع اداره الحوار الوطني، علشان لو اي حد عنده مقترح بخصوص موضوع او قضيه معينه من القضايا اللي بيتم طرحها يقدر ان هو يقدمه بكل سهوله، وده شيء جميل يعني الحقيقه. بالتاكيد طبعا احنا يعني من خلال حلقتنا خلال الأسبوع في بيت سفيرة عزيزة دايما هنكون في محور أساسي وهو محور الحوار الوطني. طب مرة تانية معانا الأستاذ عماد الدين حسين، احنا أسفين جدا الخط قطع مع حضرتك أستاذ عماد. ولا يهمك، حضرتك كنت بتتكلم على يعني انطباعك عن الحوار الوطني المرة دي. بقول لحضرتك الانطباع الأساسي هو أنه قدرنا في مجلس الأمناء نوصل لحالة من التوافق طوال سنة كاملة من الحوارات الرسمية والرسمية السياسية المختلفة في مجلس الأمناء، هي تحت سقف واحد، تحت قاعة واحدة، إن هي تنجح في إن هي تتحاور وتتناقش بالكلمة والرأي والفكرة والحجة، وده شيء يليق بمصر وقوة مصر ومكانة مصر. وادينا شايفين إن في دول ثانية حوالينا سنين حاول بالرصاص والدبابات، وربنا يعني ساعتهم ويطلعوا من هذه الحاله، وانه هذا المنطق اللي احنا شغالين فيه هو الذي سيقود الى مزيد من الانفراج ان شاء الله، بما يجعلنا قادرين على مواجهه كل الافكار ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس امناء الحوار الوطني. ايه رايك بقى يا رضوى نروح لتقريرنا النهارده؟ يلا بينا. يلا بينا. تقريرنا النهارده الحقيقه عن معرض جميل جدا للاطفال، المعرض ده بيضم اعمالهم الفنيه الجميله، وهم حوالي 55 طفل شاركوا، وهم من اعمار مختلفه من 5 سنين لغايه 15 سنه. الجميل في التقرير ده او في المعرض ده ان اجمالي مبيعات المعرض كلها هتروح لصالح مستشفى خيري لعلاج الاطفال بالمجان.
المعرض اسمه بالعين المجردة، وحبينا ان احنا ندعمهم ونشجعهم ونصور معاهم التقرير اللي هنشوفه ده مع زميلنا احمد بقى. عندهم زي زخم ثقافي فني كبير. كمان احنا تقريبا كل سنه كان عندنا نشاط لطيف قوي ان احنا بنحاول نرسخ فكره المعاملات الانسانيه من خلال العمل الفني، ففكرنا ان احنا نعمل زي اللوحات بتاعه الاطفال يروح عائد بتاعها لمستشفى خيري زي ما كنا مثلا كنا بنعمل كل سنه. انا دخلت المسابقه دي علشان لقيت المجلات فيها بتعمل كونكت اللي انا بحبه قوي. انا اخترت مجال التجريديه اللي هو الابستراكت علشان انا حاسه ان انا مش محتاجه ان انا اعبر عن نفسي بالشيبس والحاجات العاديه، وان انا ممكن اعبر عن نفسي بالالوان. انا والده فريده شادي، هي عندها 10 سنين، هي مشاركه في المعرض بصوره طبعا اديتها ثقه في نفسها ونمت لها مهاراتها في الرسم كويس جدا، وطبعا هي حاسه ان هي فنانه كبيره. يعني هي النهارده جايه، يعني حتى كان عندها حاجه تانية سابتها عشان تيجي هنا، وكل العيله جايه، هي كلنا بنعملها ان هي فنانه كبيره. احنا كنا اتأثرنا بالمدارس الفنيه الحديثه زي كيوبيزم وابستراكت، واخترنا حاجات من حياتنا اليوميه عشان نحولها لرسم. انا رسمت صوره عن الكوره لان اتاثرت بيها وجمعت كل العناصر فيها وحولتها لرسم كيوبيزم. مشارك المعرض عشان بيعجبني الرسم، وبدات الرسم من 7 سنين كده، وانا عامل رسمتي على قطط في حته صغيره عندها بيوت، عشان لما روحت عند هولندا روحت مع هولندا مع عائلتي وشفت حاجات كتيرة زي كده، فجتني الفكرة واخدتني على 1.5 شهر عشان اخلص ده. ابني اول سنة يشارك في المعرض السنة دي، ومنبهرة جدا باللوحات وبالشغل وبالولاد، وفرحانة جدا لان انا ابني ما كانش عنده ثقة في نفسه خالص، والموضوع بتاع الرسم وان هو يعني فكرة ان هو يشترك في المعرض دي زودت من ثقته في نفسه وساعدته اصلا في الفاين موتور سكيلز وبقى حساه تالنتد وبيحب الرسم. لا يعني الحمد لله فرق جدا، وانا فرحانة جدا بالمستوى اللي وصل له في كل حاجة الحمد لله، واصلا اللوحة بتاعته جميلة، يعني مش مصدقة اصلا ان هو اللي عمل الشغل ده. الموسم الجديد بتاعنا بدأنا مع حضراتكم فقرة جديدة، الفقرة دي بعنوان بين جيلين. في الفقرة دي بنتكلم عن الاختلافات اللي ما بين جيل زمان والأجيال الجديدة. الاختلافات دي بتوصل لدرجة ان احنا ممكن نوصل لنقطة نكون فيها مش قادرين ان احنا نفهم بعض او نتواصل، او العقليات تكون مختلفة ونظرة الحياة وتطلعاتنا وتوقعاتنا من الحياة كمان تكون مختلفة جدا. زي ما قلنا الاسبوع اللي فات ان احنا في الفقره دي مش بنحاول ان احنا نقول مين احسن، انهي جيل احسن ولا انهي جيل افضل، لان ده الحقيقه مش دورنا. احنا دورنا بس ان احنا نحاول نعمل نوع من انواع التقريب ما بين وجهات النظر، ونخلق لغه حوار ما بين الاثنين علشان نشيل اكبر قدر من الحواجز ما بين الاجيال المختلفه.
النهاردة هنتكلم وهنكمل الحوار مع حضراتكم عن نقط الاختلاف ما بين الأجيال المختلفة مع ضيفنا اللي منورنا في بيت سفير عزيزة الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال والمراهقين. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. نورنا. زرادو أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني يمكن إحنا كنا اتكلمنا عن فكرة الخصوصية وإزاي الأهل يحافظوا برضو على خصوصية ولادهم، وتكلمنا عن فكرة اختيار اللبس وتسريحة الشعر وكل الحاجات دي. أيوة. فالنهاردة برضو عندنا موضوعات مهمة وعايزين يعني نتكلم فيها مع حضرتك. نبدأ باختيار الأصدقاء، ودي نقطة يمكن بتبدأ تحصل بقى المشاكل فيها بتهيألي من سن المراهقة يعني. بالزبط. يعني حضرتك صحح لي برضو لو في حاجة قبل كده يعني، بس احنا عموما بنبدأ نحس بده مع فترة المراهقة انه الاهل مش عايزين على وقتك انت يا رضوى. تالي على وقت اللي وقت بناتي مثلا. لا انا اعتقد لو هم من سن اصغر كمان بيتحكموا فعلا يعني. يمكن حضراتكم بتقولوا حاجة مظبوطة انه مع الوقت المفاهيم بتتغير والقيم بتتغير وحتى طريقه التفكير بتتغير. فقصه الجمود انه المراهق هو المراهق، يعني لو انا بتكلم مع استاذه جاسمين من 5 سنين على المراهق النهارده كلامي انا اتغير. فالمراهق واختيار فكره الصداقه اللي بتقول عليها رضوى ما بقتش زي زمان. فيمكن انا بتصور انه الناس، عايز اقول حاجه غريبه، المراهقين دلوقتي عقله عن الاول، والطفل بتاع زمان هو مراهق المراهق النهارده. فبالتالي كل حاجه اترحلت. بقى حته اللي بتقول عليها رضوى، حته الاختيار الاصدقاء دي يمكن بقت كمان من بدري فعلا عن كده، بقت من ايام الطفل. وبدا البيرنتس يخافوا، يعني الاب والام يبصوا على الاختيار من بدري، لانهم دخل علينا ثقافات ودخل علينا اطفال بيفكروا بطريقه غريبه. المخ نفسه لما جم العلماء درسوه لقوا انه الدارات العصبيه او الموصلات النهارده، مخ النهارده مش زي مخ صحيح من حوالي 10، نفس المخ بس لا التركيبه الميكروسكوبيه اتغيرت. طب انا كأم امتى ابتدي اتدخل في اختيارات ولادي او بناتي لاصدقائهم؟ في اي سن او في انهي مرحله؟ او ايه الريد فلاجز او العلامة الحمراء اللي هو اقول اللحظه دي لا لازم اتدخل؟ هو وانا جاسمين لما انت بتقولي كمان يعني حلو كلمه اتدخل، بمعنى ما حددناش ان التدخل قد يكون تشجيعا ام تدخلا معارضا. لانه انت برضو ليك يعني ما ينفعش كله التدخل يعني معناه ان انا ايه، مش كلها ريد فلاجز. يعني ممكن اشوف حاجه غريبه عليا داخله على ابني، مش كل حاجه تلاقيها غريبه تقوم تقول له لا حاسب، ما تبقاش قايم دايما بدور. فهو عموما سلوكيات الطفل او سلوكيات المراهق هي ترمومترك، هي الاعراض اللي من خلالها يعني مثلا لما يجي يقول ما هي اعراض طفل مثلا بدا يدمن او بدا يكتئب او بدا، دايما تلاقي مثلا منزوي، بيعيط كتير، بحساس، بيزعل من اي حاجه على طول، دي اعراض ان في حاجه جديده داخله عليه. انت بتبدا تستشف، والله قد يكون خبره جديده، صديق جديد، تجربه بيمر بيها هو ممكن ما يقولهاش او يقولها. يمكن هنا الحته المهمه اللي تقصديها جاسمين، هو ازاي ابقى انا يعني اساعده ان يبقى كتاب مفتوح ويقول لي، لان انا ممكن بدخلتين ثلاثه غلط رضوى العيل يقفش مني. بالظبط. انا كله تمام ويتمسك بيهم اكتر، يتمسك بيهم اكتر ويقعد معاهم، ما يحكيش كمان، ما يحكيش هم ايه ولا سلوكهم عامل ازاي فعلا. هي في نقطه هنا، نقطه انه على مر السنين وفي كل الاجيال وفي الفتره اللي احنا فيها في دايما فجوه اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت الاجيال دي ما بين سقف. يعني ايه الفجوه؟ هي الفجوه عباره عن ايه؟ الفجوه عباره عن نضوج ولادنا، المراهق ده انت شايفه مش ناضج فدايما تحت، وانت ليك سقف مطالب او توقعات او اكسبكتيشنز، فانت متوقع كذا في السن الفلاني. هو نضوجه مع انه ذكي بس مش ناضج قوي. فانت دايما تقول له لا انت غلط، وتقعد تصحح واعمل وسوي، ونصيحه باي ذا واي، ما تقعدش تقول لفعل الامر كتير. يعني عندنا امر ومضارع وماضي، تمام؟ وعندنا اشتقاقات اخرى في الالفاظ، يعني بلاش دايما صيغه الامر. انت قاعد شغلتك هنا انك انت دو نوت، افعل ولا تفعل، ما تمشيش مع الولد ده، ما تتكلمش انت بتتكلمي. طب حضرتك ادينا يعني روشته كده جاهزه مبسطه. نتصرف ازاي او نقول ايه او ايه الافعال اللي احنا نستخدمها في الحوار؟ يعني انا عايز حته ليس لك حل في الوصول مع المراهق او الطفل الا من خلال البادي لانجوج والطريقه بتاعت الصداقه. يعني بدايه كده، عشان كده ما فيش حاجه اسمها تخش تقول له انا بقول لك اعمل. الطريقه الابائيه دي الطريقه الاوامر والنواهي وشايف انت دايما بترشد وتصلح ابعد، نصيحه بلاش. دي تيجي مع الكبار، حد راشد بالغ عاقل قول له انا ارى انك انت ما بتعملش كذا، عنده عقل. انما رضوى لما تيجي تقولي لطفل صغير تقول اعمل وما تعملش، انا بقول لك اهو هياخد
ياخد جنب كده ويمشي منك ويسيبك. صح. يروح صح. لحد تاني فريند والله. وحتى الكبير برضو يا دكتور. نعم. يعني حتى الشخص الكبير او المراهق حتى مش هيقدر يتقبل الطريقه دي، وبالعكس هيتمسك اكتر فعلا. على فكره هي كل السنين يا جاسمين رضوى القيمه او ما بتتغيرش، هي الامانه هي الامانه. صح. السرقه هي مش هي دي القصه. والصح صح والغلط غلط والحلال والحرام ثابتين من زمان. أيوه. المشكله في الاسلوب. الاسلوب بتاعك. صح. فلما قالت جاسمين في المقدمه انه احنا عايزين نقرب كل ومش بنحدد احنا مين الغلطان، فالشاب والمراهق بطبيعته على فكره مرن اكتر، يعني مرونته الفلكسبل اكتر بطبيعته كده. فبس هو لو لقاك انت برضه فلكسبل، ده اللي انا بدعيه للاجيال الاكبر شويه. لا، في ناس حتى وهم شباب 30 40 سنه برضه متجمد، عامل زي تصلب الشرايين كده، فبيحصل جلطات. فلا، انت بالعكس كل ما تكون شخصيه مرنه. يعني لو تفتكر حضرتك كان فيلم زمان ابيض واسود بتاع رشدي اباظه، و اللي هو كان بيسموه ايه، مش مطار الحب، اللي هو كان بياخد الطياره ويجي المجده وهي طالبه في المدرسه ويطلع بيها بالطياره لفوق. ايوه. والناس طبعا مين اللي كان ضدها ومين اللي كان معاها؟ كان معاها جدها حسين رياض. مع ان كان سنه كبير بس كان مرنا. ايوه. فهي تقعد تحكي له وتقول له يا جدي حصل كذا كذا، ولما قالت له مسك ايدي قال لها لا 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 احنا ايه؟ يقول لها نخش لنا من الباب. فهي سمعت كلامه. ليه؟ لانه كان طول عمره مرن بيسمعها. لكن الام اللي هي اقرب في السن جاسمين ما سمعتش كلامه لانها كانت متجمده على طول. طب احنا نزلنا الشارع يا دكتور وحاولنا كده نعرف نعمل نوع من انواع الاستقصاء، راي الشارع ايه بخصوص القضيه دي؟ تعالوا ننزل ونسمع ونرجع مره ثانيه نعلق على الموضوع ده معاكم. فكره اختلاف الاجيال في اختيار الاصدقاء، انا شايفه صراحه ان اي حد يختار لحد حاجه دي مش حاجه كويسه ابدا، عشان الواحد لازم يبني شخصيته بنفسه. فانت اللي تدور انت عايز تصاحب مين، او يبقى اصلا ليك الاختيار. كان زمان كان تيجي والدتك او باباك يقول لك صاحب ده ما تصاحبش ده واحد قليل الادب وده محترم. دلوقتي خلاص يعني انت اللي بتحدد، لو عايز اصاحبه اكيد هقول لهم يعني، وهم هيسيبوني براحتي. مش بحب ان حد يقيدني، يبقى اختياري في حد مش هختار حد وحش ليا اكيد. لازم ياخدوا ويدوا معايا ان هو ليه هي كويسه وهي لا، ولو انا اقتنعت خلاص ماشي، مش هنفضل الاصحاب عشان مش هروح لحد ياذيني. لما كبرت بيبقى ماما بتتدخل بس تيجي تنصحني، تقول لي مثلا ان دي وحشه فبعدي عنها، هي بتنصحني مش بتؤمني ان انا ابعد عنها. يعني شفنا انه هي كل اللي كانوا معانا في التقرير شايفين انه مش عايزين حد يأيدهم، مش عايزين حد يأمرهم، واضح ان هي المشكله في كده يا دكتور. والله بصي رضوى، كل التقارير فعلا قالت كده اللي احنا سمعناه، بس في بنت قالت كلمه دلوقتي، قالت والله لو اقتنعت عشان تقتنع محتاج حد يكلمك باسلوب حلو، وعشان يكلمك باسلوب حلو محتاج وقت. فخلينا نتفق على حاجه، الوقت عنصر مهم. لو انت وقتك ضيق فبتضطري تقولي ايه جاسمين خلاص ما تعمليش كذا، كلميها مش عارف ايه، هتبقى بصيغه اوامر. لا، انت محتاج وقت. تمام. والوقت بيخليك تبقى متمكن من الكواليتي بتاعت فبقولها بصي واقعد ادي امثال. عارفه لو انت البنت دي، فاكره البنت اللي صاحبتيها وقلت لك دي كانت ظريفه وجت عندنا عيد الميلاد وانبسطت منها، هنا بتبدا البنت تسمع يا ماما فانت محتاج وقت. لكن ممكن يقتنعوا، انما قصه خلينا نتفق على حاجه، في ثلاث حاجات انا دايما اقول لا يمكن انك انت تسمح لابنك ان هم يختارهم، وفي ثلاثه اسمح له يختارهم. ايه هم الثلاثه اللي ما ينفعش يختارهم بعيدا عن الصداقه دلوقتي؟ مدرسته انت اللي تختارها له، وسنته الدراسيه اللي هو فيها اولى ولا احسن ثانيه ولا ثالثه انت اللي تختارها له، نظام التعليم اللي بيتعلمه انت تختاره، لانه شخصيته تتناسب مع الحاجات اللي انت بتخططها له دي. تمام. لكن في ثلاثه او اربعه ما اختارهملوش، اللي هم صديقه، هنتفق نعمل ازاي نختاره، مراته لما يتجوزها، شغلته اللي هيشتغلها، دراسته اللي هيدرسها في الجامعه. يعني في الجامعه هسيبه التخصص يختاره هو، ده هيبقى حياته. فالصداقه حساسه جدا. خد بالك انت لما اخترت المدرسه، انا قلت لك اختار المدرسه خلاص. المدرسه يبقى فيها الحلو والوحش. صح. بس في حدود ايه؟ البيئه اللي احنا عايشين فيها. فما تجيش انت بعد ما تختار له البيئه تقول له جوه البيئه دي جوه المدرسه ما تكلمش ده وكلم ده، لا انت اخترتها خلاص. وهو ده المجتمع على فكره. لا بس ما هو عشان هو ده المجتمع يا دكتور. أيوه. ايهاب، ما هو المجتمع ده فيه الكويس وفيه اللي مش كويس. بص بص بص. فانا كأم
عندي بالتاكيد خبرات متراكمه اكتر مثلا من بنتي، فاقدر عندي قدره على الحكم اكتر على الشخصيات اللي حواليها. بص اقول لك حاجه. انت دلوقتي انت ماشيه في الشارع، ما انت بتلاقي الحلو والوحش، الابيض والاسود، الغني والفقير، متغيرات. وانا لما بحطك في المدرسه رضوى، انا مش حاطك في كبسوله معقده، انا حاطك علشان دي بروفا للحياه. يعني عايزك تقابل الوحش وعايزك تقابل الحلو، لازم يجرب برضه. لازم يجرب، مش هينفع يبقى انمي فيك حته التمييز. كويس، وانت عايش في بيت اوريدي ليه وضع معين، فانت هتطلع من البيت ده تروح المكان ده، هتشوف المتغيرات، وانت جاي من بيت معين هتقارن ده بده، وهتعرف ان الاصل في الامور شو بابا عاملين زي وماما. عشان كده بطلب من الاب والام والاخت ان هم يكونوا يعني ايمج ظريف، عشان لما اروح انا هناك وهسيبك على حريتك، شو ادي الحلو اهو قدامك وادي الوحش. هي لازم هيعرف ينتقي، ما هو يعني طالما التربيه خلاص سليمه هيعرف ينتقي كويس، بس لازم يشوف ده وده. انت ما هو انت ممكن لما تحتكي واحد وحش لالفاظ او وات ايفر او حركات او كده، انت هنا ممكن في طريقتين لرد الفعل، ممكن تقول لا ما تعملش، وممكن تصمت تسكت. لما تيجي تقابل النموذج الحلو اقول لك يا سلام البنت دي عجبتني قوي، انا مبسوط منها، او الولد ده. تمام، هنا في رياكشن، هنا ما فيش رياكشن خالص. ساعات الصمت ابلغ احيانا من ايه. طب انا يعني هسأل حياتك سؤال بطريقه مختلفه شويه. ممكن اكون مثلا حابه صديقه بنتي او صديق بنتي، ولكن مختلفه مع اهاليهم، نتصرف ازاي بقى هنا؟ يعني هل اشجع العلاقه دي يعني ان هم يبقى في صداقه ما بينهم اللي هو الجيل الصغير، ولا علشان الجيل الكبير ما فيش علاقه موده قوي ما بينهم وما بين بعض، فيفضل ان برضه الصغير يبقى في علاقة؟ والله والله يا جاسمين انا بحس ان دي كلها فرص لينا متاحه. الغلط الاساسي اولا اللي هو طريقه فرعون الدكتاتور اللي هو ايه؟ لا اريكم الا ما ارى. دي بنت ما تمشي، دي اهلها مش عاجبني ما تمشيش معاها، ما ينفعش. لكن ممكن حضرتك انا مش شايف ان دي مناسبه حلوه ان انا اكتب رزق ايه، ان تقول لها والله يا ساره انا يعني مستغربه البنت دي حلوه قوي، مع ان باباها ومامتها بحس ان طريقتهم سبحان الله يخرج من ظهر انت بتبرز هنا الاختلاف ده، وده وارد على فكره. بس ساعات ساعات يا دكتور برضو بيبقى الولد او البنت طالع لاهله، ده غالبا هو ده الغالب، يعني او ده عاده ان هو ده اللي بيحصل، متاثر بيه متاثر بيه طبعا برضه يعني. بس هل في انسان كله يعني وحش 100% او حلو 100%؟ تمام، مفيش. لكن ممكن يعني هذا الصديق او هذه الصديقه يكون تاثيره على بنتي او ابني تاثير انا مش راضي، مش عايزاه، مش راضي عنه، ما احبش ان انا اشوفه هي فيه. هي حلو ما احبش جوه قلبي بالظبط. انت مش يعني هتبدا بقى ترياكت، هيطلع من قلبك في صوره تصرفات. صح. انا اللي بطلبه انه تصرفاتك انت تستطيع ان تشير او تواجه ابنك ان انت مش مبسوط او مبسوط، ممكن ببادي لانجوج، ممكن بكلمه في هزاره كده، ما بيستريحش لفلان وخلاص. لكن انك يتحول، ده اللي انا بقوله، انه اللي بيكبر الفجوه بين الاجيال في الفقره بتاعتنا دي، انه يتحول الموضوع الى شيء من الفرض. ما هي البنت قالت لك سيبيني على حريتي، انا والله لو اقتنعت ونو واي انه الشباب في السن ده لازم يقتنعوا، مفيش حاجه بلاوي الدراع طبعا، مش هتوصل لحاجه، بل بالعكس انت هتخسر، وهتلاقي الشاب او الشابه ما قالكش. يعني انت ممكن توصلك مثلا، انت هتعرف منين ان الناس دول؟ من خلال المدرسه، من خلال النوت بوك مثلا، الشانل بوك، من خلال لا من خلال حاجات معينه، احتكاكات. وممكن الطفل او البنت اللي مش عايزاك تشوف الولد الفلاني او الصديقه الفلانيه مش هتخليك تشوف. مش ايوه بالظبط. ولو خدت منها موبايلها يا رضوى هتوصل ل60 موبايل. ايوه صحيح. فالابقى للعلاقه كي لا يعني يشتغلوك وتقول عليك انت قديم قوي، هو ان انا يعني اكون فريندلي، صديق. لانه بيحصل حاجه يا دكتور وبتبقى مشكله، وهي فكره المقارنه. يعني مثلا لما اهلي بيكونوا مش راضيين عن حد من اصحابي، فما هو فلان او فلانه وحشه او وحش، فانت هتبقي طبيعي زيهم. او العكس، لو هو احسن مني في حاجه مثلا من كتر ما انا بحكيها، فما انت مش زي فلانه او فلان. كلام ممتاز. فبنقابل هنا مشكله ثانيه برضو. وفي حاجه ثانيه، ان العيل بيقارن الاهالي. شوف مامة احمد دايما سابله حريته انه يروح ويلبس ويعمل اللي هو عايزه، انا ليه ماما تشد عليا كده على طول؟ هو دايما الحريه او هي ممكن انت تحط قوانينك من غير ما تبين. انا اعتقد يا دكتور دي حاجه اساسيه جدا، وان قوانين كل بيت بتختلف من بيت لاخر طبعاً. يعني ما هو ربنا دي حكمته بالظبط. بس اللي انا بقوله انه حتى لو كانت يعني في بيوت وفي اباء من المهاره بمكان ان هم برغم انه الرولز بتاعتهم حاده جدا، الا انهم بيخفوا هذه الحديه في صوره بيقدموها بطريقه حلوه. دي بوينت. البوينت الثانيه، ما هو انا بقول لك يا رضوى ما تجيش تحطني في لما جيت بقول لازم تختار انت المدرسه. ليه؟
ليه؟ لانه انت هتحطهم في مدرسه قريبه من ثقافتك. مناسبه للبيئه. طب بعد ما حطيتهم في مدرسه قريبه من ثقافتك انت زعلان ليه بقى؟ لان بص الاقي امي بتقول لي الولد درجه دينيه معينه فحطاه في مدرسه اجنبي مش عارف، فالولد راجع عنده ثقافه مثلا يتكلم مع بنت بطريقه معينه، فبتقول له لا حرام، لا طب انت حطيته في نقيضك ليه؟ يعني انت تحطه في حاجه وانت ترجع تتخانق معاه ليه؟ عارفه اللي هو بيعمل لنفسه مشاكل ويقعد يحل فيها؟ أيوه. طب ما انت من الاول وما فيش حاجه اسمها الاقي مدرسه، يعني هؤلاء الذين بس اللي اختار مدرسه ولاده او اسر صحابه لازم من منظور ديني او من منظور اجتماعي او من منظور اقتصادي وات ايفر اي منظور، اختار بقى الحاجه اللي مش هنقعد نتخانق عليها كتير، لان بعد لان هو لعلمك هو اللي هم معاهم دول اولا اقرب لسنه وبيقضي معاهم وقت اكتر منك، فهم غالبينك غالبينك. بس يا دكتور متفقين مع حضرتك، ولكن زي ما بيقولوا ايه easier said than done، يعني القول اسهل من الفعل، اسهل من التطبيق. بالعكس والله ليه؟ لا انا بيصعب عليا الحقيقه الاجيال الجديده دي، يعني احنا كان بالنظره يا رضوى يعني عارفه اللي هو حركه من بس من والدتي ابقى واقفه زي الالف. النظره بتقول عليه دي صح بس على شرط، لو انا اقتنعت بيكي يعني لا يعني جاسم بتقولي بتاع والله العظيم لحد دلوقتي بالنظر. لا والله لا والله زمان ما كانش في حاجه. لا دلوقتي لا يا دكتور، لا لا دلوقتي لا زمان دلوقتي جدال. طب ليه؟ طب اقنعيني. جدال ازاي؟ لا طب انا مختلفه. ينفذ اللي بيتقال له ده. الاول يا جماعه انه مراهق النهارده اختلف عن زمان، مراهق النهارده على فكره بقى شاب النهارده انا في رايي. صح مش كده؟ الطفل امبارح بقى مراهق النهارده. طبعا فخلاص فانت النهارده شاب اللي انت بتقول 13 14 سنه بتتكلمي بتعرف تتكلمي. فهي المسؤوليه بتقع اكتر على عاتق الام والاب بالزبط. ان هم يتاقلموا ويبقى انت الاعقل ومرنين كمان. فالمفروض تستوعب اكتر اشتري اسمع 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 لا انت كل كلمه بتقول له لا دي انا قلت لك لا ليه انا مش اللي هو انت تقريبا طب انت عايز بتندهلي ليه يعني انت جاي عشان تقولي الكلمتين دول فانت كده في رايي انا فشلت في الحوار نفسه الحوار مع المراهق او مع الشاب فن وله وفي ناس موهوبه من غير تعليم في تلاقي واحد زي ما بقول كده حسين رياض في الفيلم البنت رحت جاريه فاتحه الباب وداخله عليه ماجده تقول له حصل كذا وكذا وكذا من غير حاجه الراجل ولا اتعلم وعمل الكاريزما او انك انت ممكن وربا أم شابة تكون بالنسبة للأم لبنتها المراهقة كأنها واحد عنده 70 سنة صحيح ما مش لا مش عايزة أنا عايزة أكلم جدي أنا عايزة أكلم عمتي ليه؟ إيه الفرق؟ الفرق إنه عنده ودان عنده إنصات عنده ابتسامة برغم إنه سامع حاجة تؤذيه راحت البنت قايلة لفظ خارج فقالها إيه ده؟ قالت كده؟ طب انت ممكن تفكر انا بشجعه يعني؟ لا خالص اشتري طب احنا اتكلمنا عن الاصدقاء تاني رضا هنتكلم عن التعليم التعليم بالظبط كده وحضرتك قلت لنا رأي في ده ولكن خلونا برضو نروح كده نسمع رأي الشباب قالوا لنا ايه ونرجع تاني اختيار التعليم ترضى حد يجبرك تتعلم حاجة معينة ولا انت بدماغك عاوز تطلع حاجة معينة؟ مش محتاج ان حد يجبرني على حاجه يعني الاجبار هيجيب الاحباط والاحباط هيدخل في كتاب بعد كتاب هيجي الموت في الاخر طب ليه؟ هو انا اتولدت لقيتهم اختاروا لي كده يعني انا مش فاكره وقت لما اختاروا لي او حاجه انا كده بس انا ما كنتش عايزه ادخل مدرسه لغات بس هم انا لقيتهم مدخليني انا لو عليا انقل عربي عادي تحب انت تختار لنفسك ولا هم يختاروا لك؟ لا انا اختار لنفسي هم سايبين لي حريه الاختيار كده كده في التعليم يعني انت نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع ميكاترونكس وبابا وماما عاوزينك تطلع ايه مهندس بس دي ليها دعوه بالهندسه بقى ما يختاروليش انا اطلع ايه اختار لنفسي طبعا عشان يعني مش هدخل حاجه انا مش حباها مش هعرف اذاكرها كويس مش هحفظها هكون فاشله فيها مش هكون حباها لا انا اختاره ولازم اصلا اي حد يختاره ولازم يعني انت بتربي طفل عشان يبقى شخصيه ما تخليهاش شبهك يعني هو ده شخصية عشان يبقى مميز الحقيقة النهارده يعني تحديدا دلوقتي يا رضوى متهيألي احنا كلنا هناخد صف الشباب بصراحة في مرحلة تعليمية اللي هي بعد المدرسية بالظبط ليهم لازم هم اللي يقرروا عايزين يعملوا ايه واحنا كأهالي نشجعهم ونبرز احسن ما فيهم ان هم ينجحوا في هم اختاروا بالظبط يعني احنا اتفقنا انه لسه بقول دلوقتي يعني اختار له ثلاثه يعني هم هنا بيتكلموا مش في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يولد الطفل على الفطره فاهله هم اللي بيمجسوه او يعني بيختار في حاجات انت مش عارف تعمل فيها حاجه يعني انا عايزه بس اتكلم حضرتك على نقطه انه دلوقتي شفنا شباب كتيره جدا اتعرضوا لموقف انه اهلهم اختاروا لهم حاجات وبعدين لما دخل الكليه اللي اهله اختاروها له دي قرر بعديها انه يسيب المجال ده خالص ويحول لحاجه ثانيه تماما
تماما يعني. بالظبط. فهنا بقى نقول ايه؟ يعني هنا نقول ايه للاهل برضو؟ لانه انا بقول لك يا رضوى احنا اختار مدرسته ده لازم، معلش ما فيهاش بس اختار بقى صح، لان انتوا بتختاروا غلط اصلا. واختار السنه الدراسيه، لو لقيته مش ناضج نزل السنه، بلاش تخش بدري. واختار نظام التعليم، في عندك اي جي واي بي وامريكان وناشونال ويعني تجريبي، اختار ما يتناسب مع ظروفك طبعا، بس يتناسب مع ده خلاص، ده انت اللي بتختار، ملهاش حل. مفيش طفل يقول لبابا لا انا عايز اي جي، ما ينفعش. انا رايي ما ينفعش، وقعدت مع اولادي اتكلمت في الكلام ده، شخصيته ما تمشيش معه. لكن بالنسبه بقى نطلع لفوق شويه بقى، هو اللي اختار جامعته كليته، ما تقربش هنا بقى، تقدر تشوره يعني، انا شايفاكي دكتوره، انا شايفاكي بترسمي، انا شايفاكي بتذيع، عندك ملكات بسم الله ما شاء الله في السوشيال سكيلز بتاعتك حلوه، اهلا وسهلا. اختار له، ما تختاروش مراته او واحد صاحبته سوري طويل تقول له انت تتجوز دي، وبيحصل لحد دلوقتي للاسف. الزوجه، الكليه، الشغلانه. احنا بنعاني دلوقتي فعلا زي ما رضوى بتقول، ناس يا دخلت يا جاسمين كليات طب ايوه هو كان حقيقة. بيكره الطب. او انا شايف نفسي فنان سياحه وفنادق. انت اكبرته عشان ما يزعلكش. انا مش شايف ان دي فيها جبر خواطر. مستقبلي صح. مش جبر خاطر. صح بالظبط. لا هي المشكله اعتقد دلوقتي اللي معظم الشباب بيقابلوها يا دكتور، ان متطلبات سوق العمل اللي بيطلبوا سوق العمل اختلف تماما عن الاجيال اللي قبل كده. فنلاقيهم مثلا عايزين يشتغلوا في مجال الاي تي اللي تشعبت بشكل كبير جدا. الشاب اللي قاعد دلوقتي مش عارفين ايه اهميه بصي يا جاسمين انا هضحكك، المجال ده مره كنت في العياده وعندي طفل بشوفه، فانا بسال اخوه هو كده بقول له انت حبيبي عايز تشتغل ايه؟ فبص لي كده قال لي سي تي اي. سي تي اي مش الاتوبيس. فبقول له يعني ده ايه يعني؟ قال لي انت عارف يعني ايه سي تي اي الاول؟ فقلت له بصراحه مش عارف يعني. قلت له شاطر، انت شاطر كويس. قال لي انت عارف انا بقول ايه؟ قلت له لا. قال لي يعني ده نوع من انواع الهاكرز في على 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 النت، يخش هاك واعمل بتاعه واكسب حاجات. فقلت له لا ما هو كده برضو. فهو اللي انا عايز اقوله الشطاره ليها حدود. اللي انت بتقولي عليه ان هم دلوقتي الدنيا اختلفت ليه؟ زمان كان بابا مرجعي، ماي ريفرنس، بابا هو القمر بيلف ازاي، ما اعرفش ايه. النهارده انا ابني هو مرجعي على فكره، حاجات كتير. زمن الالكترونكس. ابص الواد اساله انت حبيبي تطلع ايه يا حبيبي؟ يقول لي جيمر. يقول لي يوتيوبر. اللي هو انا ما فهمتش هو ميترونكس. على فكره المجالات دي يعني ممكن تبقى مربحه ومتطوره جدا وافضل من مجالات كتيره دلوقتي. بالظبط يا جيسي، بس فكره قصور نظره الاهل هي دي المشكله. هي في نقطه ثانيه يا رضوى، احنا امام تحدي رهيب جدا. انت مش قادر تذاكر كل اللي بيحصل. لا طبعا. ايوه. يعني من يومين انا والله لسه كنت فاهم دي، يعني ما اعرفش عارفينها ولا. هو كان في التيك توك في قصة الداعمين والهدايا وقصة كده معينة. أيوة. غير اللايكات أيوة. فحد بيشرح بيقول لي أنا بكسب في اليوم، اللي هي زميلات بيكسبوا 50,000 جنيه في اليوم. تمام. يعني بتقول لي أنا ما حققتش زيهم فمتضايق. أنا بقى طب أنت بتعرضي؟ قالت لي أنا متضايقة من المعروض. يعني هي حد في الثلاثينات. فبتقول لي أنا الكونتنت نفسه بدي كونتنت كوميدي، أوكي أنا اغتنيت وبعملت، بس ليا صاحبات بياخدوا في اليوم 50,000 جنيه في اليوم بالكونتنت. فقلت لها أنت ده إيه ده؟ فقالت لي لا دي قصه يا دكتور، في داعمين وفي هدايا حاجه اسمها. طب احنا انا بتكلم كدكتور مع حد عنده مشكله. امال الاب والام يعملوا يا رضوى؟ ايوه صح. يعني والكلام ده دلوقتي دي واحده بتكلمني في الثلاثينات، لا انا واثق ان في الثمنتاشرات وفي السبعتاشرات وفي ال 10 و 15 سنه عارفين الكلام ده. ايوه واكتر. طب انت هو يكسب في اليوم كده؟ انت مهما تقول له وترجع تاني هتقول له ده خش كليه الاداب علشان تطلع فيلسوف. عشان كده برجع مره تانية بقول هي المسؤوليه الكبرى بتقع على عاتق الاباء. أيوة والام. عشان تتكلمي لازم يكون عندك باك جراوند. ايوه لازم يذاكروا. بالظبط يعني يذاكروا. ايوه صح صح. يبقى يعني ادي نفسي الفرصه. يعني انا لو بنتي جت كلمتني في حاجه زي كده مش هقفل الباب في وشها. لا مش هقفل الباب، ما اقدرش. ولكن هقول لها نخلينا ان مثلا نتكلم في الموضوع ده كمان يومين، اروح انا اذاكر واستعد للحوار بحيث يبقى عندي حجه. وفي نفس الوقت لو يا رضوى عندها حق صح ادعمها اشجعها. بالظبط اكيد. انما لما انا اكلمك لقيك قديم وما انتش فاهم وعندك قصور في المعلومه، يا بابا امسك الموبايل كده اساسا، عارف اللي يمسك الجرنان مقلوب هو انت ماسكاه غلط اصلا. فهنا الفكره انك انت عشان ما ينفعش حد يتكلم بسلطه غير لما يكون برضو عنده حجه يا ذي السلطه. بتتكلم باماره ايه؟ هو اللي يزعل يا دكتور انه احيانا ممكن المراهق يبقى طموح جدا والاهل للاسف نظرتهم قصيره جدا. فلا لا 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 ما تدخلش مثلا المدارس التكنولوجيه، ادخل المدارس العاديه. يعني انت عارفه لما واحده تتجوز، واحده طموحه تتجوز واحد ما عندوش طموح. يعني عايز يفضل هو. فطبعا ده بيسفر عن الطلاق.
احيانا كثيره دلوقتي. صحيح. فما بالك بقى في طفل مع باباه ومامته، وزي ما تقول رضا ممكن يبقى حد 15 سنه عنده معلومات بسم الله ما شاء الله، وعنده قدرات وعامل قناه وعامل مش عارف ايه، وباباه ومامته يقولوا له بص لا انت تذاكر اللي اقول لك عليه وتعمل. انا اتوقع ان هذه العلاقه لا تنذر بخير، لا تنبئ بخير. صحيح. فهنا اذا كنتش مالك ده يبقى انت حاول بقى على الاقل تكون ايه ظريف ولطيف، لكن الاثنين مع بعض جهل بالمعلومه. أيوة. مع اصرار على الراي اسلوب مش هتخسر وهيشتغلوك الجيل الصغير هيشتغلك عشان تبقى عارف تحذير. والله بجد تحذير مهم والله. اقعد اتكلم جعجع كبيرنت كجراند بيرنت، لكن العيل بيشتغل وهيشتغلك وهيعمل اللي هو عايزه وهيحسسك كمان انت مبسوط. يعني انا شفت شاب في يعني بيدرس طب اسنان، فبابا دخلت هو الاول بعدين بابا، فالولد بيقول لي كلام معاك بيقول لي ايه، بابا بيبعت لنا انا واصحابي يقول لنا ايه بوستات كده بتقول لي يعني التدخين يضر، نقعد انا واصحابي نقعد نضحك نقع في الارض من الضحك من كتر اللي هو عامله. قال يعني بابا بيحاول، فمش هي دي الطريقه. يعني ان انا ابعت له كمان دلوقتي البيرنتس بقوا بيتواصلوا مع اولادهم لان مفيش وقت في بوستات. روح استناني تحت هجيلك الساعه كذا ماشي. احنا بقى انا رايي لو انت بتوصله في حته، لو انت بتوصله مش بعت السواق في الطريق، انا الفت عشان كده كتاب اسمه فرصه ان احنا نتكلم اسمه التربيه في العربيه. انا الفت كتاب اسمه كده والله. ليه؟ والله العظيم يا رب لانه لقيت انت. طب البديل ايه؟ خلاص نتكلم في العربيه. فعملت منهج 111 موقف في العربيه يخلوا الاب يسيطر على الدنيا في العربيه. ده الناس اللي هم ايه العربيه اللي هم بدل ترابيزه السفره اللي احنا بنتجمع عليها في الفطار والغداء والعشاء. دي حقيقه. انت حضرتك ده بالنسبه للمتزوجين. اما المطلقين وده وارد برضو، كان حد بيتكلم عن انفصال او حاجه زي كده. طب انت بقى هنا الفرصه اقل واضل طبعاً سبيلا. طبعاً. تمام. فانت وانا اعرف اباء كان بعد ما حصل هذا الانفصال اصبح حياته تقريبا لما تقعد تحسبها بالكالكوليتر في العربيه اكتر. رايحين يفسحوا ويعملوا بعدين يرجعوا ويرجعهم. صحيح العربية دي صحيح. لازم تختار التوبكس والاسلوب ده، انت تحديك صعب قوي. طبعا لازم تكون ظريف لان انت قاعد ساعتين عايز توصل قيمه وتنسق مع الاذر. لا لازم يا دكتور يعني نخصص فعلا ان شاء الله وقت للموضوع ده، لانه قد ايه هو مهم فعلا. ونشوف بقى المواقف اللي ممكن تحصل في العربيه ممكن تبقى ايه ان شاء الله. حضرتك نورتنا وبنشكرك جدا على وجودك يا دكتور ايهاب عيد استاذ الصحه العامه والطب السلوكي للاطفال والمراهقين. شكرا يا دكتور. وخلونا نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني نكمل باقي فقرات. من جديد بنرحب بحضراتكم. الحقيقة ان احنا دايما بنكون فخورين جدا جدا ببطلاتنا في مختلف الرياضات، يعني سواء طبعا كرة يد، كرة سلة، ألعاب قوة، رياضات كتيرة جدا بنكون دايما فخورين لما بنات مصر كده الجميلات بيحققوا لنا بطولات ويعني وجوائز مختلفة. ولكن مؤخرا بدأنا نسمع عن رياضة هي يمكن جديدة في العالم، غالبا من سنة 2011 بدأت، وطبعا برضو تعتبر جديدة في مصر، ولكن قدروا بطلاتنا الجميلات يحققوا بطولة مهمة جدا وهي حصولهم على المركز الثاني في كأس العالم. الرياضة اللي بنتكلم عنها دي هي رياضة الرول بول، وهي رياضة كده مختلفة مزيج ما بين كرة السلة وكرة اليد والباتيناج، يعني رياضة مختلفة جدا، ولكن هنعرف تفاصيلها أكتر أكيد منهم وهم منورنا، وكمان يعني عشان نبارك لهم على حصولهم على المركز الثاني في كاس العالم للرول بول. وكمان معانا أول حكم يعني معتمدة من الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للرول بول، فيعني هم منورنا وبنرحب بيهم. كنزي حبيب كابتن منتخب مصر للرول بول، منورانا يا كنزي. منوركم. وريتاج محمد منورانا يا ريتاج، ريتاج لاعبه في المنتخب. والحكم بقى سهيله صلاح الدين، منورانا يا سهيله. انا مبسوطين جدا بوجودكم معانا النهارده. يمكن ناس كتيره انا يمكن منهم ما كنتش اعرف عن الرياضه الجديده دي. رضوى زي ما هي قالت عالميا بدات 2011، في مصر المنتخب بتاعنا اتكون 2015، فيعني فخورين الحقيقه ان احنا عندنا فتيات جميلات ويعني متميزات في المجال ده. احكي لي يا كنزي، يعني انت كابتن الفريق، وصلتي اولا مبروك مبروك الله يبارك لك، مبروك المركز الثاني، ومبروك يا سهيله كمان مشاركتك اول حكم فتاه تشارك ويكون معتمد من الاتحاد الدولي. متشكرين لحضرتك. ايه اللي لفت نظركم في الرياضه الجديده دي؟ هو طبعا انا بدات في 2015، انا عندي 19 سنه، فكنت صغيره
وكنت لعبت رياضات تانية، فالرياضة دي بالنسبة لي كانت مختلفة وشدتني جدا، وعجبني فكرة ان هي حاجة لسه جديدة وان انا ممكن يعني اكون جزء من نجاح بعد كده. بس فهي شدتني جدا. يعني انت قبل كده الرياضات التانية اللي كنت بتلعبيها كانت فيها كرة اليد والسلة ولا؟ لا انا كنت بلعب جمباز وبالي، ما كانش لي علاقة خالص، حاجات بعيدة خالص. بس انا يعني عامة بحب الالعاب فيها احتكاك اكتر، فانا عجبتني جدا اللعبة. طب وريتاج انت بقى كنت قبل كده كنت بتلعبي رياضة ايه؟ انا كنت بلعب سباحة، كنت بلعب بالي جمباز. انا عرفت اللعبه من صاحبتي معانا في الفريق اسمها ملك كريم. انا كنت دايما بروح اتفرج عليها واللعبه شدتني جدا، فدخلت عشان اجرب السكيت والحمد لله اتضمت للفريق. يعني ان تلعبوا الثلاثه لازم تبقوا متميزين في الثلاثه ولا كل واحده بتبقى شاطره في حاجه؟ لا طبعا احنا لازم يكون الثلاث حاجات. باتيناج والسله واليد بالظبط. وبتبداوا تتدربوا على كل واحده لوحدها الاول؟ لا مش بالظبط، هي احنا بنلعب بكوره الباسكت اللي هي السبعه. وطبعا لازم يكون عندنا ان احنا نشوت زي الهاندبول. وطبعا الباتيناج هو الاساس، ان احنا طول اللعب انتوا بتبقوا يعني لابسين الباتيناج صح كده، ودايما معانا السيفتي عشان يعني كامان. الهلمت والكوع والركب كل ده ادوات الباتيناج. فيها جربتها. وانت يا سهيله بقى احكي لنا يعني ازاي برضو عرفتي اللعبه، و يعني على ما نوصل بقى ازاي بقيتي حكم كمان، بس خلينا الاول تقول لنا ازاي عرفتيها. انا خريجه كليه التربيه الرياضيه جامعه الاسكندريه، والحمد لله كنت الاولى على قسم الترويح. اللي ما يعرفش القسم ده احنا بنتعامل مع ذوي الفئات الخاصه. وكان السبب في دخولي للعبه دي دكتورتي شيماء طارق ومشرفتي في رساله الماجستير اللي بعمله برضو في رياضه الرول بول، هو كابتن احمد حسن، كانوا محتاجين حكام جداد في مصر فهي رشحتني ليه. والحمد لله دخلت في الموضوع وتم اعدادي اعداد جيد جدا من الاتحاد المصري، وجه لهم كل الشكر. واخدت كورسز كثيره لحد ما الحمد لله بقيت حكم معتمد من الاتحاد المصري. وبعد كده هم رشحوني للاتحاد الدولي، اخدت برضو كورسز ثانيه اونلاين وحاجات هناك لما وصلنا في الهند. والحمد لله تم اختياري كاول حكم دولي بعد ما عديت باختبارات كتير. جميل. يعني ما لعبتيش يا سهيله، ما بداتيهاش كلاعبه؟ لا انا بدات على طول كحكم، ولكن حكم على طول. ولكن وانا صغيره كنت بعرف العب باتيناج، لانه في التحكيم الدولي احنا بنحكم واحنا لابسين الباتيناج. اوكي. صعب قوي. طب ازاي بيتم اختيار بقى المشاركين في المنتخب؟ هل بيتعمل لهم تيست قدرات او بيتم اختيارهم ازاي؟ طبعا هو زي اي لعبه بيبقى فيه تجميعات منتخب. وبيعملوا اختبارات كل يعني مثلا قبليها بشهرين ده اختبار، قبليها بست شهور اختبار، قبليها على طول اختبار. لان طبعا القائمه محدوده ب 14 لاعب. فطبعا اثنين اساسي واثنين احتياطي ولا ايه؟ لا هم 14 لاعب. بيكون في ستة في الملعب. وستة احتياطي. واثنين عشان لو حصل اي حاجة بيتضموا على طول للمكان الست. يعني الفريق 14. طب يعني تقولولنا اسامي الفريق؟ طبعا احنا النهارده معانا اثنين بس في اكتر. احنا طبعا كان نفسنا ان الفريق كله يكون معانا، لان ده نجاحنا كلنا مش نجاح شخص او اثنين بس. فطبعا احنا نحب نشكرهم، ويعني حاجة بسيطة ان احنا نقول اسمهم. نور حافظ، رنا سعد، مريم بهجت، نور سعد، سما مروان، سلمى سامر، وملك كريم، لولو شادي، نجار محمد، كنزي علاء، ريتال فتحي، وملك تامر. بنحييهم طبعا كلهم. المرحلة الصينية بتاعتكم قد ايه؟ كلكم قد بعض ولا لا؟ طبعا لا. احنا معانا من 14 سنة ل 21 سنة. واو. حلو قوي. حلو. هل ممكن اصغر من كده يلعبوا اللعبه برضو؟ هو على حسب يعني ال 14 سنه ده حد كويس جدا فهو معانا. بس هو طبعا يعني هو منتخب سيدات. بس طبعا لو في حد صغير او كده ومتميز اكيد بيقدر يلعب. بتتمرنوا قد ايه؟ في العادي 3 مرات في الاسبوع. وريكفري مره في الشهر. وطبعا فتنس وجيم. بس استعديتوا بقى لتور تعلم ازاي يا ريتاج؟ احنا كنا رجعنا من 2019 تور تعلم برضو. راجعين حاطين في دماغنا ان احنا عايزين مركز اعلى من المركز الثالث. فكنا بنتمرن زي ما كنزي قالت 3
ايام في الاسبوع. وبعدين لما قربنا للبطوله، خصوصا ان البطوله كانت في اخر شهر رمضان ده، كنا بنجهز قبلها بشهرين، والشهر اللي قبل رمضان كنا بنتمرن كل يوم، ولما رمضان جاء كنا بنتمرن قبل الفطار وبعد الفطار واحنا صايمين قبل الفطار. كنتوا بتعرفوا توفقوا ما بين التمرين والمذاكره؟ هي طبعا حاجه صعبه اكيد، بس انا دايما شايفه ان اي رياضي ان المذاكره بتبقى حاجه بتحفزه للرياضه، والرياضه حاجه بتحفزه للمذاكره. بس فاحنا عامه كل يعني اغلبنا متميز في الدراسه وفي نفس الوقت كلكم متفوقات. برافو ما شاء الله ما شاء الله. سهيله احكي لنا بقى، انت عشان تبقي حكم قلت لنا انك اخذتي طبعا كورسات كتير وكل حاجه، ولكن ايه المواصفات المفروض تتوفر في الشخص اللي هيبقى حكم للرول بول؟ اول حاجه طبعا لازم يكون عنده سرعه البديهه، قوه الملاحظه، ويكون شخص مسؤول جدا، لانه طبعا الحكم هو اللي كلمته بتمشي على الناس كلها، فلا مجال للاخطاء. طبعا شخصيه قياديه كمان بالظبط، ويكون شخص قيادي جدا، يكون قراراته كلها حاسمه، وتكون نابعه عن دراسه جيده، لانه طبعا احنا لازم نكون مطلعين على القانون الدولي، واي ابديت لازم احنا كمان نعرفه، ولا مانع ان انا اقعد اتعلم عشان انمو اكتر واكون حكم عادل اكتر. وكمان في الهند خلوني احكم كمان لمنتخب مصر عشان يشوفوا هاو فير انا، او يا قد ايه هتبقي يعني عادله بالظبط معاهم. والحمد لله نجحت في الاختبار، بس طبعا كان اكتر ماتش موتر ليا، لان حقيقي كنت عايزه افضل عادله، وانه انا ما انحسش طبعا للبنات، لان هم كلهم قريبين لقلبي جدا ومبسوطه جدا بيهم، وما شاء الله حققوا نجاحات وكلهم سنهم صغير. والحمد لله كمان عملوا اختبارات كتير عشان يتاكدوا ان كل اللي موجودين في المكانه بيستحقوها. كنتوا متوقعين ان انتوا تحصلوا على المركز ده؟ هو طبعا احنا يعني هو كان هدف، اكيد كان هدف بالنسبه لكم، لكن هل كنتوا متوقعين؟ احنا في 2019 جبنا مركز ثالث، فاحنا رجعنا احنا عايزين نجيب مركز احسن. واجتهدنا كتير واتمرنا كتير جدا. فاحنا يعني كنا يعني كنا متوقعين الصراحه او نجيب حاجه حلوه الثقه. طيب ريتاج، قول لنا يعني لو حد بيفكر انه يلعب اللعبه دي محتاج يبقى عارف ايه في الاول، او محتاج يمشي خطوات عامله ازاي؟ محتاج في الاول خالص ان هو هيتدرب على السكيت، يعرف يمشي على السكيت، ولازم يعرف يمسك الكوره ويعرف يعمل دريبل، دي من اساسيات الرول بول يعني. وبعدين في الاخر خالص لازم يتعلم يشوط لما يكون متمكن بقى بالسكيت. اصعب حاجه ايه؟ طبعا ان حضرتك تتمكني بالسكيت وبالكوره في نفس الوقت. توافق، كنت لسه هقول توافق، انه يكون اللاعب عنده توافق، ده شيء اساسي. وانت يا سهيلة قولي لنا بقى يعني اصعب المواقف كده اللي قابلتك، غير ان انت حكمتي لمنتخب مصر، بس ايه تاني ممكن يبقى في ماتش مثلا موقف صعب قابلك؟ صعوبة المواقف بتكون مثلا ان حكام يختلفوا على قرار، فاحنا انتوا اكتر من حكم في الماتش. طبعا احنا بنكون اربع حكام، حكمين ملعب وحكمين راية، وفي ثلاث حكام قاعدين على الترابيزة. تمام. فاحنا مسموح لنا في اشاره بنستخدمها اللي هي بتكون كده اسمها اوفيشال تايم اوت، يعني الحكام عايزين يتناقشوا. تمام. دي ساعتها لما انا اكون شاكه في قراري او محتاجه اسمع راي الحكم الثاني عشان نوصل لافضل قرار وما يكونش فيه ظلم وقع على اي حد. فحصلت معانا في ماتش يعني، فاستخدمت الاشاره دي واتكلمت مع الحكم الثاني، انت شفت ايه انا شفت ايه، لحد ما الحمد لله وصلنا لافضل قرار عشان تبقى المنافسه عادله. كابتن الفريق كينزي له دور كبير جدا، يعني مش بياخد اللقب ده غير عن استحقاق. الحمد لله. لما بتحسي ان الفريق بتاعك كده عنده احباط ولا متخاذل ولا مش مدي كل الانرجي او الطاقه اللي عنده، بتعملي معاهم ايه؟ بتحمسيهم طبعا ازاي؟ الموضوع صعب كمان عشان اختلاف الفئه العمريه، ان احنا مش كلنا سن واحد. فبحاول استخدم كل حاجه مع على حسب السن وعلى حسب الشخص. انا بحب التعامل يكون شخصي اكتر ما يبقى كلنا مع بعض، علشان كل حد بيبقى ليه طريقه معينه، كل حد سنه، فلازم تبقي فاهمه شخصياتهم بالظبط. طبعا يعني دي حاجه بحاول على قد ما اقدر ان انا اعملها، ان انا اكون قريبه منهم عشان افهم كل حد شخصيته عامله ازاي واعرف اتعامل معاه ازاي. تديهم مساحه ان هم يختلفوا معاكي، ولا انت ديكتاتوريه؟ يعني اللي عليها بقى. لا هي بصراحه كينزي فعلا قدرت انها تعرف كل لعيب بشخصيته، وفعلا بتعرف انها
تفوقنا يعني لما نكون محبطين وكده. وفعلا هي بجد جميله كمان يعني واحنا بتفرق معاكوا يعني. اه طبعا بتعمل فرق كنز. اه طبعا. طيب حلو جدا. قولي لنا برضو يا سهيله، يعني انت بتحكمي سيدات ورجال، فالفرق بقى بتلاقي صعوبه مثلا في حاجه اكتر من الثانيه، ولا هي نفس القواعد ونفس كل حاجة؟ طبعا بطبيعة الحال الرجال دايما بيكونوا أقوى من السيدات، أسرع من السيدات بدنيا، أكثر عنفا. أكثر عنفا طبعا. فمقصات الرجال بتبقي محتاجة تركزي أكتر طبعا بكتير، لأن احتكاكاتهم بتكون أعنف، أسرع في الملعب، فأنت بتحتاجي تكوني أسرع كمان معاهم، رايحة جاية معاهم، لأن الحكم طبعا بيتحرك كتير، فبتبقى فيها تحدي أكتر. ولكن يعني ليست بالصعوبة المعروفة، لأن إحنا أكتر من حكم، فالحمد لله بنقدر ان انت تبقي مسيطره ايا كان الفريق اللي بيلعب، ايا كان سرعته، حتى لو هو اول فريق في الكاس ده، فالحمد لله بنعرف نسيطر على الموقف. الرياضه اهم حاجه فيها ان يكون في الروح الرياضيه دي. بالظبط. بس احنا دايما بنقول كده، بس هل بنعرف فعلا نطبق ده بقى على ارض الملعب، ولا بيحصل صدمات لا غنى عنها مع الفريق الثاني؟ هي طبعا يعني بتبقى حاجات كتير قوي بتحصل، بس على قد ما نقدر احنا طبعا بنحاول دايما ان احنا تكون يعني روحنا كويسه مع بعض. دكتور ضبط نفسي يعني. بالظبط طبعا. واي حد مثلا بيبقى جات له ان هو يعني فقد الموضوع ده، التاني بينبهه لا ولازم تخلي بالك. طبعا الموضوع ده موجود جدا. طب الروح الرياضيه ما بينكم وما بين بعض برضو موجوده، ولا في روح تنافسيه اكتر؟ لا طبعا موجوده. يعني احنا بجد الفريق اكيد ان احنا ناخد مركز تاني، ده مش باللعب بس، دي حاجات تانيه كتير، منهم من نفسيا احنا مع بعض ايه. يعني بجد في ناس كتير جدا كانوا احتياطي، كان صوتهم وصل لنا في الملعب اكتر من اي حد. الروح بجد ما بيننا كويسه جدا. ويعني والفتره الجايه، طيب بعد كاس العالم بقى عندكم بطولات ايه، ولا لسه تستعدوا لايه؟ حددتوش؟ عندنا بطوله في شهر 11 ان شاء الله، بطوله القارات. دي هتكون فين؟ في مصر. في مصر، في شرم الشيخ. ان شاء الله يعني نحاول ان احنا ان شاء الله نستضيفها في مصر، تكون في شرم الشيخ ان شاء الله. يبقى حدث كبير طبعا. بالظبط يعني بيشرفنا طبعا ان هي تبقى مصر. مصر عندها كل المقومات التي تسمح ان احنا نستضيف كاس زي ده. وان شاء الله الدوري المصري كمان هيبدا في شهر 7. البنات طبعا بيستعدوا، بس احنا مستنيين يخلصوا امتحاناتهم ان شاء الله. ممكن اضيف حاجه بمناسبه الروح الرياضيه، لاحظنا جدا المنتخبات العربيه كانت متكاتفه جدا، يعني كان لما منتخب مصر بيلعب اظن هم اخذوا بالهم، كان دايما نلاقي منتخب السعودي، منتخب العماني، منتخب اليمني واقفين بيشجعوا البنات، وكمان يعني نفس القاره، حتى منتخب كينيا اللي هم لعبوه في النهائي لما البنات كانت بتلعب كانوا دايما بيشجعوهم، يعني كان كل قاره افريقيا متكاتفين مع بعض. يعني بطل العالم كينيا كان بيشجعهم وهم بيلعبوا. حلو قوي قوي. اصلا كينيا المفروض ان هم احسن فريق. هم شايفين ان احنا المستقبل، بمناسبه ان احنا اعمارنا كلنا صغيره. وهم يعني كانوا مستغربين ازاي فريق في السن ده يحقق حاجه زي كده. ده احنا منتظرين منكم بقى المره الجايه ان شاء الله المركز الاول ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. انتوا حقيقي نورتونا، مشكورك جدا يا سهيله على وجودك، نورتينا. وطبعا كنزي وريتاج نورتونا جدا، وفخورين بيكم جدا جدا. مش كده يا رضوى؟ جدا يا جيسي. جدا. مش بس متميزين رياضيا ولكن كمان دراسيا. ايوه. ممكن اضيف حاجه من فضلك؟ احنا طبعا حابين نشكر وزاره الشباب والرياضه على الدعم اللي قدموه لينا، وان هم انتظرونا في المطار، وحابين نشكر الاتحاد المصري للرول بول بقياده المستشار صالح سليم، ونذكر هانيا ناجي كمان اللي كانت رئيس البعثه المصريه هناك. ولولاها حقيقي ما كناش يعني عرفت توفر لكم توفرنا كل الحاجات اللي محتاجينها. بالظبط. وكابتن احمد حسن وكابتن عبد الرحمن وهم السبب اللي احنا فيه كله، كابتن مؤمن مصطفى وكابتن سيف صابر، وكل الناس دي ساهمت ان المنتخب يطلع بالصوره دي. بنشكرهم وبنحييهم الحقيقه. يعني طبعا طبعا اكيد. بنشكركم كمان جدا على وجودكم، والف الف مبروك. الله يبارك. المره الجايه نحتفل بيكم بقى مركز اول ان شاء الله. ان شاء الله. نشكركم. هنطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم، اخر فقراتنا النهارده في بيت سفير عزيز. وصلنا مع حضراتكم لنهاية فقراتنا النهاردة، آخر فقرة بنتكلم فيها عن التجميل والعناية بالبشرة. زي ما حضراتكم طبعا عارفين، مع بداية فصل الصيف كل سنة بتبدأ معاه مشاكل البشرة، لأن الشمس والحر والرطوبة بالتأكيد من الحاجات اللي بتكون ليها تأثير مباشر على بشرتنا.
خصوصا الناس اللي هي متعوده انها تخرج كتير او بتشتغل في الشارع بشكل يومي، الناس اللي بتحط ميك اب بشكل برضو مستمر، لان مع العرق ومع درجه الحراره العاليه ومع التعرض للشمس بالتاكيد المكياج بيكون له تاثير سيء جدا على البشره وبيضره، خصوصا لو ما كناش يعني بنشيله بشكل اساسي او بشكل يومي، كل لما بنرجع البيت مع بدايه يوم جديد لازم تكون بشرتنا نظيفه ونضره علشان نحافظ عليها بقدر المستطاع. النهارده هنعرف مع حضراتكم بقى روتين كده بسيط وسهل التنفيذ علشان نعتني ببشرتنا، ايه الفيتامينات اللي احنا لازم نستخدمها، ايه الكريمات اللي احنا لازم نستخدمها، مع عزيزتنا امنيه طاهر خبيره التجميل. اهلا بيكي يا امنيه، منورانا. ميرسي. ازيكي يا رضوى؟ ازيكي يا امنيه، منورانا الحمد لله. وحشاني جدا. وانت كمان منورانا. عجبنا اللوك الجديد ده. أيوة. استمري عليه. حلو. متالقه يا امنيه. ميرسي يا رضوى. تعالي بقى، ايه بما اننا خلاص فصل الصيف والشمس وكل الحاجات اللي الشمس بتعملها فينا دي، نبدا كده نتكلم واحده واحده عن اولا ممكن يجي لنا ايه بسبب تعرضنا للشمس لفتره طويله، وخصوصا لو في ميك اب مثلا محطوط واحنا مضطرين نبقى في الشمس كتير. ماشي، نمسك حته حته، نمسك الشمس وبعدين نمسك الميك اب. ماشي، عشان انا مختلفه في موضوع الميك اب ده. اولا هو الشمس دايما فكره الناس عن الشمس ان الشمس هنسمر لما نتعرض للشمس. مشكلتنا مع الشمس مش الاسمرار نهائي، دي اقل مشكله ممكن نتعرض لها او دي حاجه طبيعيه جدا. ايه المشكله ان احنا نسمر؟ حتى استخدامنا للسان بلوك مش بيمنعنا ان احنا نسمر، لكن اشعه الشمس الموضوع اكتر من كده بكتير. ايه اللي بيحصل؟ انا عايزه بس اديهم مثال بسيط كده هنفهم منه ايه اللي بيحصل بشره زي المثال اللي احنا هنقوله ده. لو انا عندي حته قماش كده في البيت وحطيتها في الشمس فتره طويله كام يوم، اول يوم هبتدي احس انها نشفت، العادي بتاعها انها نشفت. تاني يوم نشفت اكتر، حاسه انها يابسه جافه جدا. ابتدت كمان مع الوقت لونها يغير. صح. بعدين ابتدت تتخرم بقى، يعني ابتدت تدوب. الانسجه نفسها بتدوب. ده بالظبط اللي بيحصل للبشره. اول حاجه لما بتعرض للشمس من غير تشبيه حلو ده. هو ده اكتر تشبيه مناسب فعلا، ده اللي بيحصل للبشره. اول حاجه بنحطها لما البشره بتعرض للشمس من غير سان بلوك، عشان هنقول بعد كده ازاي اختار السان بلوك واهميته، مش اسمرار خالص بقى. مش دي فكرتنا عن السان بلوك. ان انا بشرتي في الاول بتبتدي تجف جدا، بتبتدي تبقى ناشفه، بتبتدي تظهر علامات الشيخوخه. لما بتجف بتبتدي تظهر الخطوط التعبيريه. بتبتدي بعد كده انتاج ماده الميلانين في البشره بتزيد جدا، بتبتدي تعمل تسبغات، بتبتدي بعد كده بقى تلف رهيب جدا لانسجه البشره. وده بقى اكتر مشكله احنا بنوصل لها لما ما بنحطش سان بلوك في الصيف. وعلى فكره ده برده انا كنت زمان كده برده مش مهتمه، انا هو سان بلوك بس بالنسبه لي وانا رايحه البحر. صح. لكن سان بلوك فعلا من الحاجات المهمه جدا. ليه بقى؟ زي ما قلنا دي كلها المشاكل اللي بتسببها الشمس. طب هو ايه السان بلوك؟ هو بيعمل ايه؟ بيعمل حمايه من اشعه الشمس، زي فلتره. بالظبط. اشعه الشمس هي عباره عن ايه؟ انا هتكلم اشعه اليو في اي واليو في بي. يو في اي واليو في بي هم عباره عن نوعين الاشعه، اشعه مرئيه، وهي الشمس لما بتبقى ضاربه في عينك مش بتشوفيها، هي دي الاشعه اللي هي اليو في اي، دي نوع من الاشعه. واليو في بي اللي هي اشعه فوق البنفسجيه، ودي الاخطر كتير جدا انها بتدور البشره، بتسبب تلف مباشر في البشره. حتى مجرد ما تعرضي للشمس يوم واحد بس كفايه جدا ان هو يدور البشره. اليو في اي اقل شويه، ولكن هي اكتر في حاجه في اكسده البشره. أوكي. يعني بتظهر يعني بتظهر اكتر، او المشكله الاساسيه اللي بتعملها اليو في اي هي اكسده البشره. فدي مشاكل تقريبا اللي هي بتظهر من اشعه الشمس. فهنا بقى لما باجي استخدم السان بلوك لازم ابص على اول حاجتين، اليو في اي واليو في بي. اليو في اي واليو في بي دول من الحاجات المهمه جدا في السان بلوك. بالظبط. من اول حاجه من 30 ل 50 دي كده يعني ده كويس جدا ان انا اقدر اختاره في السان بلوك بتاعي. ده اولا. من 30 ل 50 بالظبط، متخيلين انه الاعلى نسبه؟ لا، هو 30 ل 50 ده ما فيش حاجه اسمها اعلى، يعني هو ده ممكن تبقى ارقام بس مكتوبه، لكن ما فيش حاجه اسمها 75 بس ما بتدينيش حمايه من الشمس. اعلى حمايه من الشمس 30 ل 50، هي بتديني في الايفكت بتاع الشمس 93% تقريبا او 90% من اشعه الشمس، يعني كده كده هنسمر. امتى بقى احدد ان السان بلوك بتاعي ده هو كويس او لا؟ من الاكسده بتاعه البشره، مش اسمرار البشره. لا برضو ازاي احدد؟ يعني هقول لك ايه. لما بنحط سان بلوك ونسبه الحمايه من الشمس فيه 30 ل 50 بس يعني بيمنع اكسده البشره، يعني نسبه اليو في اي فيه كويسه جدا،
تمام، بيبتدي يعمل ايه؟ انت بتحسي ان انت لونك خد شويه لون خفيف، بس مش لون جراي او لون كانها لامعه شويه، كانها لامعه شويه، انت اوريدي هتاخديها. ده مجرد ماسكات بسيطه في البيت، او بتقعدي بعدها شويه اسبوع تحطي شويه حاجات، هي اوريدي بتبتدي تروح الاسمرار من الشمس. لكن ان انت تبتدي تاكسدي او بشرتك تاكسد، تعرفي ان انا بالنسبه لي السان بلوك ده عليه. طب انا عايز اسالك سؤال، السان بلوك ده لازم الحاجات الكيميائيه اللي احنا بنشتريها جاهزه دي معموله في يعني، ولا ممكن اعمله في البيت بحاجه تبقى مش هنعرف نعمل سان بلوك بين اكتر الحاجات صعب. اللي ما نقدرش نعملها في البيت، لان هو طبعا لازم بيتحط فيه مواد كيميكلز، وبيتحط فيه برده مستخلصات طبيعيه. وده يمكن بقى التطوير اللي احنا بنتكلم فيه على السان بلوك. يعني الفكره بس اول حاجه مش ان انا بس بختار السان بلوك ان هو ما بيسمرنيش، لا لازم اي سان بلوك هيديكي نسبه سمار شويه. انت بتشوفي نفسك هي النسبه دي طبيعيه، انا عادي كده بعد ما قعدت طول اليوم في الشمس بس بشرتي ما جفتش. يعني انا اللي بكتشفها ولا بلاقي حاجه معينه مكتوبه باخد بالي منها؟ طبعا اول حاجه بيبقى لازم مكتوب عليه اليو في بي، دي من الحاجات المهمه جدا. اليو في بي لازم تبقى ليها من الحاجات اللي بتبقى لازم يكون مكتوب فيه ان هو نسبه فيه حمايه من اليو في بي، الاشعه فوق البنفسجيه دي مهمه جدا. لكن لو هو سان بلوك عادي بيحمي بس اشعه شمس عاديه كده اللي هي بس اليو في اي، فده ما بفضلش. درجه الحمايه بتختلف في فصل الصيف عن فصل الشتاء، ولا احنا طول السنه بستخدم درجه الحمايه اللي هي ما بين 30 و50؟ احنا بنتكلم 30 ل 50 ده النسبه الكويسه. هتكلم في الشتاء شويه ما فيش اشعه شمس قويه جدا، لكن برضو اشعه اللي بتكون بتظهر يعني الاشعه فوق البنفسجيه لما بتكون شويه قويه بتاثر. بس هنا بقى هتكلم على حاجات كتير يا جاسمين موجوده في السان بلوك وفي الروتين بتاعنا، في الكريمات اللي انا اقدر احطها تقدر تديني معدل حمايه كفايه مثلا في الاوقات اللي ما فيهاش في الشتاء مثلا. لكن بالنسبه للصيف لازم حاجه اساسيه السان بلوك. السان بلوك ابتدت تتطور بقى فكره السان بلوك، ان من الحاجات المهمه جدا ان انا بدور عليها في السان بلوك يكون في حاجتين، هيرونيك اسيد وفيتامين سي. كان دايما قوي دي حاجه من الحاجات اللي هم ابتدوا يزودوها مؤخرا، من الحاجات ابتدت طبعا تبقى مؤخرا موجوده، وتحديثات حصلت اخيره في التجميل او في الكريمات وفي المنتجات التجميليه. هو فيتامين سي. فيتامين سي دايما فكره كل الناس ان انا مش هحط فيتامين سي في الشمس او في الاضاءه عشان بيأثر. ايوه فعلا بالظبط، بيعمل التهابات وحاجات كده. وانا اصلا بالظبط انا مستخدم اصلا فيتامين سي كمنتج، انا جبت فيتامين سي وحطيته على وشي وتعرضت للشمس او تعرضت للاضاءه او اكسد، ما احطوش تاني. ده مبدئيا يعني، لان ده بيعتمد على نوع فيتامين سي اصلا هم مستخدمينه في التصنيع. لكن هو في الاساس والابحاث كلها دلوقتي اتعملت على ان فيتامين سي بيضاعف حمايه السان بلوك من الشمس. يعني انا احط فيتامين سي عادي لو انا عندي كريم فيتامين سي، بس اكون متاكده جدا ان هو مش بيأكسد، ان هو نوع فيتامين سي بتاعي ده كويس جدا، فبالتالي هو بيضاعف حمايه يعني بحطه وبعدين احط السان بلوك، احطه واحط السان بلوك بعدين. والاحدث اللي بقى موجود فيه فيتامين سي بالظبط، في فيتامين سي وفي كمان هيرونيك اسيد، دي من الحاجات المهمه جدا جدا، لان هو ماده الهيرونيك اسيد دي حمض من الاحماض المهمه اللي بتمتص الميه يا رضوى، وتخلي البشره تمتص الميه من الجسم، وتخلي البشره تحتفظ بالميه دي تحت الانسجه، تحت انسجه الجلد. فبالتالي طول ما بشرتك مترطبه هي مش هتنشف جدا مع اشعه الشمس، او متعرض لاشعه الشمس مش هتحسي ان انت بشرتك شققت وابتدت تجف. في ناس كتيره جدا يعني ما بتبقاش عارفه الفرق ما بين الهيرونيك اسيد والريتينول، واستخدام ده واستخدام ده. هو خلينا طيب اول حاجه نتكلم عليها هيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد هو حمض اصلا موجود في جسمنا طبيعي، بيقل طبعا مع التقدم في الشمس، مع التعرض للشمس بيقل مع السن. هو موجود بتفرزه الخلايا اصلا، بتفرز الكولاجين. هو عباره عن ايه؟ هو حمض بيمتص الميه في الجسم ويخليها تحت اشعه ويخليها تحت خلايا الجلد اللي هي طبقات الجلد الاوليه. فبتلاقي الجلد رطب مش مشقق ومش ناشف كده. فبالتالي ده لما بيقل انا ببتدي احطه استخدمه خارجيا، استخدمه خارجيا، فان انا بجيبه بقى في سيرم او حاجه وبيبقى زي الميه كده، بيبقى خفيف جدا. ومجرد ما بحطه على برضو البشره، لا ليه هنتكلم بس يعني هنقول اكتر نعم زي الجل شويه صح؟ ميه هو اكتر شبيه بال ميه شويه تقيله. في منه انواع، في منه لو انا بشرتي جافه شويه فبحتاج الهيرونيك اسيد اللي شويه فيه نسبه اويلي، يعني فيه شويه زيوت مرطبه. ولو انا بشرتي جافه فبكتفي باللي هو بالميه ده. الهيرونيك اسيد لما نيجي نحطه حلو جدا ان احنا نحطه مع بشره رطبه شويه او يعني مبلوله ميه، مبلوله بالظبط، فهو ياخد الميه ويمتصها ويحطها. لو انت عندك هيرونيك اسيد في البيت حلو جدا استخدميه، ما فيش مشكله. ما عنديش
مش مهم ان انا اجيبه، بس ابتدي دلوقتي ادور على كل المنتجات او كل الكريمات فيها لازم فيها تكون فيها نسبه هيالورونيك اسيد. دي من الحاجات المهمه جدا. بيقولوا دايما من الخطوات واحنا بنعتني ببشرتنا التونر او ميه الورد. يعني لما نعمل وشنا بميه الورد، هي ميه الورد مش تونر. مش تونر، مش تونر. امال ايه؟ ميه الورد يعني برضو ليه عليها يعني شويه حاجات كده، ما بقتش دلوقتي موجوده ميه الورد اللي هو الحلوه. ممكن ميه ورد اصلا اعملها في البيت لو انا جبت ورد بلدي او كده، اعملها له مره حلوه جدا، هم يقدروا يعملوا ميه ورد بجد حلوه. لكن ميه ورد في بعض الاماكن او بس انا افترض انها حل يعني سليمه او اصليه، مش تونر برضو. التونر مهمته ايه؟ التونر دايما لازم يكون فيه مواد من زي شجره الشاي، زي النعناع، بيعمل زي انقباض للمسام وبينظف المسام، بيعمل انقباض شويه، بيخليكي المسام بتاعتك مش مفتوحه، وخصوصا الناس عندها مسام، فبالتالي لما يبقى تعرضوا لتراب، تعرضوا وحاطين ميك اب، حاجات كتير ما يدخلش في المسام ويبتدي يعمل يوسع المسام اكتر. الريتينول بقى، الريتينول من الحاجات المهمه جدا جدا في الصيف، اتكلمنا ابتدت فعلا تظهر مؤخرا يتكلموا عنها. هو مشتق من، بصي عشان الريتينول ده موضوع لوحده قوي قوي، عايزين نركز فيه شويه يعني عام يعالج بعد كده اثار الشمس، فاحنا ممكن نعمل له فقره بعد كده هنعرف طبعا بيعمل ايه. ولكن خلونا نطلع فاصل لرفع ايدينا العصر ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. مرة تانية برحب بحضراتكم معانا، وهنكمل الحديث مع أمنية طاهر خبيرة التجميل، ازاي نحافظ على بشرتنا خاصة في فصل الصيف. قبل الفصل كنا بنتكلم على الهيالورونيك أسيد، وكانت أمنية ابتدت تحكي لنا عن الريتينول، كيفية استخدامه وأهميته بالنسبة لبشرتنا. ايه هي الريتينول بقى؟ ايوه الريتينول. الريتينول من اكتر بقى الحاجات اللي بتشيل اثار الشمس، الحاجات القويه جدا جدا وسحريه بجد للبشره، معالجه الشيخوخه، الخطوط التعبيريه، لكل انواع البشره، لكل انواع البشره بنسب. هو نسب الريتينول نسب يعني في كتير جدا، فاحنا بنتكلم النسبه اللي هي مناسبه لكل انواع البشره ونقدر نستخدمها عادي جدا وامنه في البيت، من هي نص او 1%. دي اللي مناسبه لبشره حساسه، مش مناسبه لبشره العاديه الجافه الدهنيه. بيعمل ايه؟ بيفتح خلايا البشره، بيخلي البشره طبعا فيها نضاره هايله جدا، وخصوصا كمان لو معاها هيالورونيك اسيد بيكون قوي جدا في نفس التركيبه يعني. في حاجات فيها الاثنين يعني، بيكون طبعا هيالورونيك اسيد دلوقتي من الحاجات اللي بتضاف. خطوه من خطوات العنايه بالبشره بالليل. الريتينول ما ينفعش خالص ان انا ما ينفعش اتعرض بيه للشمس، ما تعرضش للاضاءه، لا لا اتعرض للاضاءه في البيت عاديه، ما تعرضش للشمس اللي هي بس اشعه اليو في بي، ما ينفعش خالص اتعرض ريتينول مع اشعه الشمس. لكن في البيت لا عادي، هو عباره عن برده سيرم لو يعني خفيف جدا، فاهو زي الميه، خفيف قوي، خفيف جدا جدا زي الميه. حلو جدا، بيدي نعومه بقى. الافكت بتاعه بتشوفيه على طول. خطير، فكمان وخصوصا لو هو مثلا هو اصلا معمول لمنطقه الحوالين العين، ما ينفعش احطه غير لما اكون انا متاكده ان الريتينول انا جبته ده هو لمنطقه العين، مناسب لمنطقه العين. ده بيبقى كورس يا امنيه، يعني افضل استخدمه مثلا شهر شهرين لغايه ما يحصل تحسن، ولا الى ما لا نهايه؟ دايما الحاجات بتاعه البشره انا شايفه ان هي ما فيش حاجه اسمها استخدامها النهارده ومجرد ما خلاص بشرتي تعالج، طب ما هي بشرتي هترجع تاني. هي احنا على طول بنتعرض للشمس، على طول بنحط ميك اب، على طول يعني العوامل الخارجيه دي على طول موجوده، على طول موجوده بالظبط. هي انا مش هقعد بعد كده، لا، فانا لازم استخدم. بس ممكن تبتدي بقى بتغيري كل فتره روتينك، بتشوفي احتياج بشرتك هو محتاج لايه. لكن الريتينول بنبتدي بيه تدريجيا، بنبتدي مثلا نحطه يومين في الاسبوع، بعد كده ثلاث ايام مثلا، بعد كده يوم مش مره واحده بالظبط. بيدخل جزء للبشره، وبعد كده خلاص بشرتك اصلا بتحبه وبتتعود عليه. من اول 25 سنه الريتينول من الحاجات المهمه جدا جدا للخطوط التعبيريه والتجاعيد ومقاومه الشيخوخه، وهو بيعيد بناء الانسجه تاني، فده من الحاجات المهمه جدا. طب لو اتكلمنا عن الميك اب، لان احنا زي ما كنا بنقول كده بنبقى متخيلين انه الشمس والميك اب مع بعض بيعملوا يعني اثار زياده شويتين، دي حقيقه. فقولي لنا يا امنيه فعلا ده صح ولا لا؟ هو زي ما قلنا اول حاجه احنا لازم نحط السان بلوك. حطيت السان بلوك فانا تمام كده، حلو جدا. الميك اب بقى انا حطاه نوع ايه؟ هو زي ما احنا قلنا الميك اب دلوقتي او التجميع عموما اتطور جدا جدا على مستوى العالم، بقى فيه دلوقتي انواع ميك اب كتير جدا، ميك اب طبيعي، ميك اب كله مستخلصات طبيعيه، ميك اب اصلا فيه اس بي اف، سواء الروج، سواء الفاونديشن، سواء كل حاجه
فيها اس بي اف. حتى دلوقتي السيرم بتاع الشعر بقى فيه انواع سيرم فيها اس بي اف بيحمي من اليو في بي من الاشعه الضاره بتاعه الفلت، فالتجميل اتطور جدا. بالتالي هو مش المشكله الاساسيه عندي هو الميك اب. الميك اب لو انا بجيب نوع ميك اب كويس، نوع ميك اب اساسي مستخلصات طبيعيه، حاجه معروف ان هي دي حاجات كلها طبيعيه، مش يعني مش التقليد يا جماعه. الميك اب بالذات ما تحطيش خالص بقى بجد. الميك اب بالذات ما ينفعش اروح خالص اجيب حاجه مش معروفه، مدمر يعني. حاجه مجهوله. مدمر بجد. صح. ده بقى يا رضوى هنا اللي بنقول عليه مدمر. انا اروح اجيب فاونديشن بكام ومش عارف ايه بالحاجات دي، يعني الفكره بس بتفرق يا رضوى في ايه. فمش معقول ان تكون مثلا التصنيع نفسه بيكلفني كتير، فانا باجي في الاخر ابيع حاجه ب 20 جنيه او تبقى مجهوله المصدر واروح استخدمها. طب عايزين نتكلم عن الاضرار عشان برضو نعمل نوع من انواع الاضرار. طبعا لو هو بالظبط هو ميك اب في ناس ما فيهوش اس بي اف او مش بيحمي اشعه الشمس، لا طبعا مع عدم وجود السان بلوك بيمتص اشعه الشمس اكتر وبيزود اكتر الاضرار البشره، بتحسي تلاقي بشرتك بقى اكسدت، ابتدت تحصل بقع. الناس بتبقى عندها بقع وتحسي وشها في هنا كده في البقع وفي الخدود، بقع كبيره جدا. دي من الحاجات الشفايف نفسها بتسمر جدا جدا وبتتاثر بالشمس. بتلاقي دايما في ناس عندها شويه في حوالين اسمرار حوالين الفم والشفايف نفسها، تحس انها زي متحدده. دي كلها بتبقى تصبغات بتحصل للبشره ولل عايزين بس نقول لهم كده برده سريعا ايه الحاجات اللي موجوده في البيت نقدر نعتبرها شكلها بقى قهوه ملطفات حلوه جدا جدا للبشره، مضادات اكسده وكلها موز عسل لبن زبادي الليمون البن النشا الدقيق، كل دي حاجات موجوده. لو انا طب يعني قولي لنا كده هنستخدم ايه ازاي او هنعمل ايه في حاجات من اللي معايا. مثلا لو البن هنقول ان معلقه بن مع معلقه عسل وعصره ليمون ده مضادات اكسده تحفه، حلو جدا وبيقلل جدا جدا من اثار الشمس وبيفتح وبيدي يعني بن وعسل وعصره ليمون بيحمي اصلا كمان مضادات اكسده. يعني عارفه مضادات اكسده يعني ايه؟ يعني لما جت اتعرض تاني يوم للشمس انا اوريدي بشرتي عليها اصلا طبقه حمايه طبيعيه. بن وعليه عصره ليمون، ليمون فيتامين سي حلو جدا. عايزه اقول لك كمان ان احنا نشرب ميه بس بليمون كده في الصيف، فيتامين سي حلو قوي قوي للبشره، ده بيساعد وبيضاعف حمايه البشره من الشمس. النشا بقى والدقيق من الحاجات، النشا ملطف جدا جدا والدقيق حتى لحروق الشمس. اعمل ايه بقى؟ سهل جدا ده. النشا والزبادي وعسل او لبن وعسل. احنا عايز اعرف خلطه طيب. القهوه دي هيحصل فيها ايه؟ هي بقى هتبقى كريمي كده. ايوه لسه معانا وقت يعني. معانا نشوف بس وبعدين بحطها على البشره وبنوزعها على البشره حوالين منطقه العين كلها والبشره كلها ربع ساعه وبنغسلها. تمام خطير. تمام حلو بقى كمان قوي للناس اللي عندها مسام. لانك لما هو الحبيبات بتاعته اللي موجوده فيه ناعمه البن حبيبات البن زي الكريم، فلما تنشف هتبلي كده شويه ميه وتعملي سكراب للبشره. خطير حلو لطف جدا جدا. كنت بتقولي بقى النشا. النشا بقى للناس اللي راجعه بشره، الناس اللي بشرتها حساسه بالذات، الناس اللي بشرتها حساسه النشا والزبادي واللبن والعسل هو ده اسهل خليط. تحطهم على بعض بالظبط على بعض. خطير. لبن و حلو ده ومفيهوش اي حاجه خالص ومش مكلف نهائي. في مصيف بقى بتعرضت للشمس ومش لاقي حاجه الحق اعملها على الدهن، زبادي كمان وزبادي وعسل واحطه في التلاجه ولبن. احطه في التلاجه شويه كده عشان قوامه يمسك شويه، لا علشان يبقى ملطف اكتر. أوكي. يبقى ساقع وبارد كده، فلما يتحط على البشره يبقى ملطف اكتر عشان البشره حساسه. هتلاقيه اول ما هتشيليه هتلاقي الاحمرار هيبقى زي الماسك كده بيتشد. لا ماسك عادي جدا بس هتلاقيه طري جدا. فهو مناسب قوي للبشره الحساسه ومناسب للاطفال جدا. لو انا في شمس او في البحر ورجعت وبشره بنتي تعبانه او ابني ملتهبه اتعرضت لحروق الشمس، اعمله واحطه على وشهم شويه 10 دقائق ربع ساعه وهو ساقع وبعد كده اغسله. طب انا وشي جسمي اتحرق من الشمس، حطيت السامبلوك واحنا بنقول ان حروق الشمس هي اقل اضرار من اشعه من اضرار اليو في بي، احط زيت الاكل اللي هو عباد الشمس زيت الاكل. حلو جدا، احطه على طول عن اماكن حصل فيها ده شيله مشكله ده يا امنيه. لا هو بتحطيه وتحطيه بشرة بشرة تشربه جدا تشربه والله. البشره بعد الشمس وخصوصا ان حصل لها حروق من الشمس بتبقى بتمتص كل حاجه بتحطيها عليها. طب سريعا بقى الموز عشان احنا قدامنا دقيقه. الموز برده من الحاجات الخطيره، مضادات اكسده خطيره للبشره. برده من الحاجات السريعه اللي ممكن نحطه مع العسل وماسك برده سريع. نهرسه. ممكن نحط معاه بس معلقه لبن ونحط معاه عسل، لازم معاه عسل وماسك برده
مضادات اكسده وتحفه جدا يعني جدا للبشره، عسل ولبن وموز ونهرسهم سوا، خطير. ممكن بقى لو انا عندي اسمرار فعلا جامد اضيف على الموز او معلقه النشا ده عصره ليمون. يعني لازم الليمون شويه فيتامين سي وفي نفس الوقت بيفتح بيعالج الاسمرار وبيعالج الاسمرار جدا جدا. وتهرسيها وتحطيها على البشره، حلو قوي قوي، حلو قوي. كلها وصفات سهله يا رضوى، حبينا نسهل عليهم جدا عشان الصيف بقى والشمس يا جيسي والمصايف، كل ده كلها في متناول يد كمان. طبعا حقيقي دي موجوده ميزانيه البيت حاجه بالظبط، مش هنقصر على كفايه المصيف. ايوه نورتينا يا امنيه، بنشكرك جدا على وجودك معانا. امنيه طاهر خبيره التجميل، شكرا جدا، دايما مستمتع بوجودك معانا. وانا اتمنى ان انت كمان تكوني اتبسطتي كمان جدا اكيد. ونتمنى كل الساده المشاهدين يكونوا اتبسطوا بيومنا النهارده ببيت السفير العزيزه رضوى. انا كنا مع حضراتكم، بكره ان شاء الله فريق جديد ودايما خطوه عزيزه. باي باي.